وأخيرا إيه هنبتدي إن شاء الله اليوتو. خلونا نخش على طول ونشوف بقى لو في حد عنده أسئلة during السيشن. طيب مبدئيا إحنا مشينا نشوط كويس قوي مع بعض الفترة اللي فاتت دي. إحنا خدنا البايثون 4 سيشنز وعملنا بروجكت لطيفة جدا زي الأليكسا والسمارت أسيستنت. خدنا السي بلس بلس وعملنا البي سي كنترول على البروجكت بتاعه، وخدنا اللينكس ادمنستريشنز واللينكس كومنتس بشكل عام، والسيستم دي والسيستم بي والشيل بقى، وازاي الكومنتس اصلا بتترن، ويعني ايه شيرد لايبرري والدايناميك ستيجنج والحاجات دي كلها خدناها مع بعض. خدنا الباش وكان البروجكت بتاعه السيستم دي سيرفيس. خدنا الراسبري باي والبروجكت بتاعه بتاع السوفت وير ده واللود اللي هو الفوتا يعني، وعملنا فيه حاجات فور فن في الاخر بتاعت الايمج بروسيسنج. كنت حابب برضو اعرفكم ان انتوا عدد الساعات اللي كنا زي ما احنا كنا متفقين مع بعض قبل كده ان احنا مش اوير خالص بعدد ساعات الكورس. احنا ان شاء الله تزيد عدد الساعات، المهم عندي ان المعلومه توصل كويس واتطبقت عليها صح. ففعلا على ارض الواقع اللي حصل ان العدد الساعات اللي مكتوبه 73 ساعه، في حين لغايه دلوقتي يعني، في حين ان الاكشوال اللي اتاخد حوالي بنتكلم 90 ساعه، يعني الفرق حوالي 16 ساعه، يعني بنتكلم في كورس كامل. يعني اشبه بايه؟ بان انت داخل على البايثون مثلا ولا داخل على سي بلس بلس. فدي بوينت مهمه قوي يعني، كويس ان احنا واخدين بالنا مش مهم عدد ساعات ومش مهم ان انا بخلص وخلاص، المهم فعلا ان الكونتنت يوصل، ان المعلومه ذات نفسها تطبق عليها، ان المنتورنج اللي شغالين معاك ويحس انه في فعلا ايفالويشن بروجرس بتحصل، وده بيبان في الدرجات بتاعت الامتحان بتاعك. هنبتدي النهارده في اليوتيوب، وبرده مش مهتمين ان احنا نقفل عدد ساعات، احنا مهتمين ان انت خارج من هنا اليوتو انت فولي كنترول. مش عايز اقول كلمه فولي كنترول لان هي كلمه غريبه في المجال الامبيد لينكس، بس يو هاف ذا افيلابيليتي ان انت تعمل اي تاسك تاخده ان شاء الله. اوكي طيب هنتكلم النهارده على كونسبت الكستمايزيشن، هنتكلم على الكونسبت ما بين البيلد رود واليوكتو، هنعرف ايه هو اليوكتو اصلا، هنخش ونتكلم شويه على الممبرز لليوكتو، هنتكلم على حاجه اسمها بيك باك، هنتكلم على حاجه اسمها اوبن امبيدد، هنتكلم على حاجه اسمها احنا عدد الساعات اللي احنا متفقين عليها على قد ما احنا خارجين من هنا وعارفين كل حاجه في اليوتيوب مثلا. حلو جدا. فهنتكلم النهارده ان شاء الله في كورس اليوكتو على في السيشن بتاعت النهارده على الكستمايزيشن، على البيلد روت باليوكتو، هنتكلم على اليوكتو بروجكت ممبرز، هنتكلم على كلمه يعني ايه بيت بيك، يعني ايه اوبن امبيدد، يعني ايه حاجه اسمها كوكي، وهنتست النهارده باي اند اوف داي هنتست على البيجل بول. عايزك تلاحظ دايما في طريقه شرحي هتلاقيني اني بحاول يعني اخش بيك قوي لتحت، لدرجه ان انت ممكن ما تحتاجش حاجه زي كده از فيتشر بلان. يعني انا مش هحتاج بعد كده ان انا اخش بالعمق ده في البيت بيك او بالعمق ده في الاوبن امبيدد. طب انا ليه بعمل كده؟ انا بعمل كده عشان اقدر افهمك كويس قوي، تبقى المعلومه مش بتتاخد تتحفظ، المعلومه بتتاخد تتفهم، بحيث لو قابلتك ايشو كريتيكال ايشو صعبه انت قادر ان انت تانفستيجيت جوه السورس كود اللي معاك، زي ما عملنا مثلا في سي بلس بلس. هو ايه لازمه ان انا اوريك الفي تيبل من البوينترز وتخش جوه، وفي اللينكس مثلا اوريك الشيرد لايبرز بتتكون ازاي والسيستم كولز اللي بتحصل لغايه لما الاكسكيوتبل يترن، كل ده انت ممكن تشتغل وانت وفي ناس اوريدي في الكارير شغاله وما تعرفش اي حاجه عنها. فانا برضه عايزك في رحله اليوكتو انا هخش بيك ديبلي لدرجه انت ممكن ما تتوقعهاش، بس في نفس الوقت انا مش طالب منك ان انت تعمل كده، مش طالب منك انك تطبق نفس اللي انا طبقته في الديبنج ريسيرشز اللي احنا بنعملها. انا بعمل كده عشان خاطر اديك نوليدج كويسه قوي تخليك فاهم مش حافظ. اوكي طيب خلينا كفايه كلام لغايه كده على الكونتنت والبروباجندا بتاعت الكونتنت، خلينا نخش دايركت على السيشن. اوكي خلينا ندخل الناس. طيب الكستمايزيشن، لما باجي اقول لك كلمه كستمايزيشن لازم تيجي الفكره في دماغك، هو احنا ليه اصلا بنعمل كستمايز للينكس؟ حد عارف احنا ليه بنكستمايز الايمج؟ هو الفكرة ان انا بستخدم اقل ميموري متاحة عندي، فانا بستغل اقل ايمج بالنسبة لي عشان الميموري ما
ما عملش فيها كورس وكده، وده اصلا ده المفروض الهدف الامبيدد سيستم. بالظبط. احنا لما بنيجي نفكر في اي ريسورسز يا جماعه، سواء في الامبيد سيستم، في الامبيد لينكس، في اي ريسورس في العالم، بنفكر من حيث حاجتين. الميموري وايز، لان هو ده انت مثلا تيجي تشتري موبايل، تشتري حاجه، بتشوف هو انت مساحته قد ايه، فالميموري دي مهمه جدا. الحاجه الثانيه السبيد او الافشنسي، لان انت برضو بتهتم هو كام كور، هو كام رامه، هو ايه الدنيا، السرعه عامله ايه، الكلوك ايه نظامه، لان انت عايز حاجه تكون سريعه وتقدر تخزن عليها حاجات كتير. فدي مهمه جدا في مجال الامبيدد سيستمز. ان دلوقتي انا لما باجي ابص انا ليه هكستمايز، لان انا دلوقتي بعمل سويتش مثلا، انا بعمل راوتر مثلا، انا مش مهتم بالجي ار، مش الجي ار هياخد مساحه كبيره جدا من الميموري، والسرعه بتاعتي هتبقى بطيئه قوي، فليه لازم اخد مثلا اوبونتو مثلا واسطبه عندي، ولا اروح مثلا اجيب فيدورا، ولا اجيب كالي، ولا اجيب مثلا راسبيان واسطبها واتوكل على الله؟ لا طبعا، يعني الموضوع مش برودكتيفيتي خالص، يعني مش اي اندستري اللي هتعمل كده. طب واحنا عايزين نعمل ايه بقى؟ احنا عايزين نكستمايز، يعني عايزين ناخد الحلو من هنا والوحش من هنا، نركنه على جنب ونعمل الكلام ده كله. فانت عندك طريقتين اكشلي عشان تبيلد اوبريتنج سيستم. اول واحد اللي هو انك تبيلد فروم سكراتش، وانك تبيلد فروم سكراتش دي مشكله كبيره جدا، لان انت عايز حد فاهم كويس قوي. ودي لو انت شفت البلاي ليست بتاعت اليوتيوب، انا كنت بعمل كده. مش اقصد ان انا الواحد اللي جامد قوي اللي فاهم 100% وهنشتغل على طول كلنا كده، لا، انا اقصد ان انا عملت التجربه دي ووريتك ازاي الموضوع محتاج حد يبقى فاهم كويس، لان انت بتخش بكل كبيره وصغيره، بتعدل فيها، بتظبط الديفولت كونفيجريشنز بتاعتك، لازم تبقى فاهم الكروس كومبايلنج كويس قوي، لازم تبقى فاهم ايه الكونفيجريشن اللي انت شغال بيها، لازم تماتش البرانشز، تماتش التاجز، فالموضوع فيه هيدك، بس في الاول وفي الاخر بتطلع بايمج كويسه وبتبقى انت فولي كنترول عليه. فدي حلوه ومش كتير مطلوبه، يعني مش كتير هتلاقي الناس بتبيلد فروم سكراتش. زي ما قلت لك، محتاج ان الديفلوبرز اللي معاك يبقى على مستوى عالي من النولج، وبما ان المستوى ده ممكن ما يبقاش موجود، فذاتس واي ان ايه، هتلاقي الفروم سكراتش ده مش دايما وارد في الماركت بليس. ولكن في شركات شغاله فروم سكراتش، يعني بتنزل السورس كود، كومبايله، كونفيجره، كونفيجره، كومبايله وانستوله، وهكذا، تخش على السورس كود اللي بعده وهكذا. فده موجود، موجود بس مش منتشر. فهتلاقي لو انت مهتم هتلاقي على اليوتيوب بتاعتنا اللي هي الامبيدد لينكس، هتلاقي فيها الايه؟ فيها التوبيك ده. طيب بعد كده في حاجه بقى اسمها الاوتو بيلد. ايه الاوتو بيلد؟ انا جيت النهارده قلت لك، هو احنا كل اللي احنا كنا عاملين نعمله ده، ننزل نفيتش ونكونفيجر ونكومبايل، وبعد كده نعمل انستول نوديه على الميموري كارد، كل اللي احنا كنا بنعمله ده، انا ما ينفعش اكتب سكريبت يهندل الكلام ده لوحده؟ يعني اكتب كده بالباش يا عم او بالبايثون، صح ولا لا؟ ينفع. هي دي فكره الاوتو بيلد تول. قال لك بدل ما نبتدي نخلي الاشخاص تقعد تعمل الحاجه دي مانوال، طب ايه رايك نكتب سكريبتات هي تبيلد الحاجات دي؟ فبالتالي احنا عندنا شويه تولز اكشلي. هو البن راح فين؟ عندنا تولز كتيره قوي بتعمل الحوار ده، زي حاجه اسمها البيلدرو، دي مشهوره برضو زي اليوكتو برضو، يعني دول اكتر اتنين مشهورين. في حاجه اسمها اوبن دبليو ار تي، في حاجه اسمها الاوبن امبيدد، يعني هنشوف الاوبن امبيدد دي ليها قصه وسيناريو وحوار. ولكن اكتر حاجتين هتسمعهم في السوق بيلد روت ويوكتو بروجكت، ده لو احنا بنتكلم على مستوى الاوتو ايه، اوتو بيلد تولز. لكن لو على السكراتش، فيعني مفيش ابسط من اللي تشانل ان شاء الله هتوصلك لانك تكريت ايمج بابلكيشن يترن اوفر الراسبري بوك. طيب تعالوا نتكلم على الاختلاف ما بين اليوكتو شويه والبيلد روت، وليه مثلا احنا اهتمينا شويه بالبيلد روت في الدبلومه، ما رحتش شرحت اليوكتو، قصدي ما اهتمتش بالبيلد روت. طيب اكتر حاجه مهمه جدا الجزء ده انا يهمني قوي 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 قوي. البيلد روت مشكلته ان هو كل ما تغير تغيير بيعمل فول بيلد، يعني انا لو غيرت في فايل هعمل فول بيلد، وده مش افشنسي سريع، ده بطيء جدا بالشكل ده. لكن في اليوكتو لا، هو بارشال بيلد، يعني لو انت غيرت حاجه معينه هيروح يأفكت في الحاجه دي بس.
لكن لو خدت بقيه القراءه بتاعه الكونفيجريشن بتاعه الكومباريزون، لو من ناحيه السيستم فهما الاثنين متديزاينين للامبيد سيستم، ده بيعمل سمول روت فايل سيستم، ده بيعمل مينيمم سايز روت فايل سيستم باي ديفولت. ف يعني انا اشتغلت ده واشتغلت ده، بس ما اشتغلتش بولد روت كتير قوي، يعني اللي هو مثلا كانت سنه تقريبا ولا حاجه. فاللي انا فاكره ان المينيمال ايمج بتاعي حجمها اصغر من هنا كمان. الايز اوف ديفلوبمنت، انك انت تقدر تتعلم الحاجه دي، هنا فعلا بتاخد شكل كيرف كده، اللي هو بتبتدي تتعلم بشكل بالراحه، لكن هنا انت ممكن تتعلم البيلد روت بسرعه. هقول لك البيلد روت اشبه بايه. هو فعليا نفس اللي انا كنت بعمله في البيلدنج سكراتش، اللي هو كنت بكونفيجر كل حاجه وبخش في المنيو كونفيج، هو البيلد روت كانه كده ريبو، او مش كانه، هو ريبو بتنزله بتكونفيجره، تخش بقى في المنيو كونفيج. المنيو كونفيج بتاعته مثلا هتلاقي بقى ايه، البوت لودر والكيرنل والبيزي بوكس او اللي هو الروت فايل سيستم، فهو جمع لك الثلاثه في منيو كونفيج واحده. فهي دي فكره البيلد روت، ان انت دلوقتي ما بقتش بتعمل زي ما انا بعمل في البلاي ليست عندي، بنزل كل حاجه لوحدها واخش منيو كونفيج، لا هو اعتبره بالظبط باش سكريبت كده كاتبه وجمع لك الثلاثه دول في تول واحده. تمام؟ طيب ده كونسبت يعني الايه، البيلد روت. ده سوى ان انا مش من مرجحين للبيلد روت، لان زي ما قلت لك الفول مانوال بيلد دي وحشه جدا. الحاجه المهمه جدا 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 ان يوكتو بروجكت ذات نفسها از كوميونيتي اكبر، يعني بتتعامل مع ميمبرز اكتر، هنشوفهم النهارده. عندهم لونج تيرم سبورت، يعني لغايه النهارده في برانشز كتيره جدا عليها سبورت، لو وقعت في مشكله بتبعت لهم بيجاوبوا، الدوكيومنتيشنز بتاعتهم اعظم بكتير جدا من البيلد روت. فبالتالي اليوكتو از تول فور كاستمايزيشن يعني هي نمبر 1 فعلا يعني. اوكي طيب، فده الاكتر حاجات الايه اللي هتسمع تسمعهم في السوق، اليوكتو والبلد ايه؟ بلد روت. حد عنده اسئله لغايه دلوقتي؟ معلش كلام نظري ممكن ممل شويه، بس عشان لما تسمع تبقى فاهم، مش ايه؟ مش بتعدي وخلاص. اوكي، هنتكلم على كلمه اليوكتو، يعني ايه يوكتو؟ بس من ضمن الحاجات اللي هتساعدك على الفي اس كود الاكستنشن ده، ولحظكم ان الاكستنشن ده لسه نازل في اخر 2023، يعني شهر 11 اللي فات ولا شهر 12 اللي فات ده نزل. فده حظ كويس جدا، لان الاكستنشن ده فيري فيري سبورت ان انت ايه، يوتو كومبليت والكلام ده، ويطلع لك ايرور لينس ويقول لك خلي بالك في هنا ايرور ميستيك هتغلط فيها والكلام ده كله. عشان كده قلت لكم انا دايما البرزنتيشن بفضل الله يعني كل سنه بتتغير، كل المحتوى كل مره بيتغير عشان حاجه زي كده. يعني مثلا حاجة زي كده بسيطة جدا اهو، المحتوى ممكن كله يتغير بسببه. تعالوا نتكلم شوية على اليوكتو بروجكت. احنا هنعمل اللعبة حلوة النهاردة، ان احنا هنتقسم كأن، او مش هنتقسم، هنعمل ان احنا اللي عايزين نصنع اليوكتو بروجكت، هنبقى احنا اللي عايزين نكريت الشركة دي، وهنمشي نفس الباس بتاعها ونفس التراك بتاعها عشان نشوف الشركة دي فتحت ازاي. طيب قبل ما نمشي في اللعبه دي، خلينا بس نتكلم شويه انترودكشن بسيطه عشان ما نعطلش قدام. يوكتو بروجكت دي مش امبيدد لينكس ديستريبيوشن، يعني ايه؟ يعني دي مش اوبونتو، مش فيدورا، مش كالي، دي شركه. كويس؟ وهي بتقول لك اهو انا مش ديستريبيوشن، انا يا جماعه مش ديستريبيوشن، انا اللي بخليك تكاري الديستريبيوشن. تمام؟ يبقى كلمة يوكتو بروجكت، عشان بس هي يوكتو مش فاكر كانت 10 أس كام؟ يعني هي 10 أس ماينس رقم كبير كده 29 حاجة زي كده يعني. 24؟ 24 أنا مش سامع كويس، بس لو أنت بتقول 24 قشطة. فالمهم يعني هو رقم إيه، 10 أس رقم كبير يعني، فده كلمة اليوكتو إن هو كأنه بيريبريزنت لك إن هو هيطلع لك إيمج صغيرة جدا. فدي الشركة اللي موفره لك تول وشويه كونفيجريشنز كده، وحاجه اسمها ريسبس هنتكلم عليها، تقدر تجنريت لك ايمج صغيره جدا جدا جدا. اوكي؟ زي كده مثلا نقدر نقول ايه؟ مايكرو تشيب وبيك، فبيك ده برودكت من مايكرو تشيب. اوكي؟ نفس الفكره دلوقتي، يوكتو بروجكت في عندك ديستريبيوشن بعد كده هنيجي نتكلم عليها اللي هي اسمها البوكي. حلو جدا جدا جدا. ماشي،
يبقى احنا كده بنتكلم ان هي نقطه مهمه طبعا، ان احنا هي في لينكس، فانت عارف اللينكس از اوبن سورس، فاليوكتو بروجكت از ويل از اوبن ايه هو از اوبن سورس، وده اللي بيخلي بعد كده ان في كونتريبيوترز كتيره موجودين وهنشوفهم كلهم واحد واحد. واتفقنا ان هي اللي بتكريت لك كاستم لينكس، انت بتكريت كاستم لينكس وبيشتغل وات ايفر بقى على ايه، على نوع الهاردوير اللي معاك. طيب اليوكتو بروجكت ممبرز، يعني ايه يوكتو بروجكت ممبرز؟ انا دلوقتي لما باجي اقول لك ان الايمج اللي طالعه من يوكتو بروجكت دي تقدر تشتغل على البوردات اللي طالعه من تكساس انسترومنت، او البوردات اللي طالعه من اس تي، او البوردات اللي طالعه في كوالكوم هنا وكوكت اللي راحوا فين؟ راحوا كوالكوم تحت انتل. تحت انتل، فين انتل؟ على اليمين فوق. هي فمثلا كويس، او حاجات البيزد ارم اركتكتشر. فلما تيجي اقول لك كده، عشان دول يا جماعه كونتريبيوتورز اصلا، دول كلهم مساهمين مع اليوكتو، يعني اليوكتو دي از ا كومباني هي مش طالعه لوحدها، لا ده في جولدن ممبرز وبلاتينيوم ممبرز شغالين معاهم عشان يقدروا يبقوا بالعظمه دي، زي ال جي مثلا، زي سيسكو، زي ميتا، زي رينسس، زي سيمنز، زي بوتلين. بوتلين ده دي عظمه لوحدها كويس. لينارو ده مثلا اللي بيعمل اللي انت عندك اي كروس كومبايلر هتلاقيه غالبا راجع للينارو بيزد. فالان اكس بي دي مثلا عامله كميه الكترونكس فظيعه، الشركات دي مش صغيره خالص يا جماعه. انت مثلا اللي فوق دي بي ام دبليو، ودي اللي هي ميني كوبر، ولا مش فاكر اسمها ايه، ميني بي ام دبليو، اي بي ام دبليو جروب. فانت بتتكلم في ناس تقيله قوي، يعني مش حاجه صغيره خالص. فشوف حجم ان انت بتتعلم تول بالحجم العظمه دي، اوكي؟ حتى لو بصيت كمان في مايكروسوفت، يعني حاجه ويرد جدا كمان. طيب اوكي حلو جدا، يبقى احنا كده بنتكلم على مؤسسه كبيره جدا بتسبورت اغلبيه الاركتكتشرز اللي انت شغال عليها، فبالتالي هي ذاتس واي ان هي منتشره في الايه، في الماركت بليس. طيب عمالين نقول بقى اوبن امبيدد، اوبن امبيدد يعني ايه اوبن امبيدد؟ بص يا ريس، اوبن امبيدد دي كوميونتي تانيه غير اليوكتو، يعني دي شركه تانيه خالص غير اليوكتو، كانت موجوده اصلا قبل اليوكتو. اي ثينك ان هي التاريخ بتاعها كان مكتوب في الويكي، يعني خش على الويكي هتلاقيه. بدات تشتغل مع اليوكتو بروجكت من اول 2011. عملت ايه هنشوف طبعا واحنا ماشيين، بس اليوكتو بروجكت الاوبن امبيدد دول بيقدروا يعملوا ايه هم بحال بنفسهم بس كده؟ الشركه دي تقدر تسبورت ميني هاردوير اركتكتشرز، يعني بيوفر لك مثلا كونفيجريشن فايلز، وبيوفر لك مثلا سورس كود عشان تسبورت هاردوير تانيه، بيقدر يطلع لك ريليزز عليها، بيقدر هي كتول ذات هي عندها تول اصلا لوحدها تقدر تكستمايز بيها ايمج، بتطلع لك كروس كومبايلرز مثلا عشان تقدر تشتغل على الكيو تي او الاكس ويندوز او الجي تي كي بلس او المونو او الجافا، الحاجات دي كلها هي بتقدر تسبورت لك كروس كومبايلرز واس دي كيز عشان تقدر تشتغل بيها الحاجات دي. فاحنا برضو بنتكلم على كوميونيتي كبيره جدا 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 بدات تكوميونيكيت وتكونتريبيوت مع اليوكتو بروجكت عشان نشوف العظمه اللي احنا هنشوفها كمان شويه. ده انا ليه بحاول اكبر لك الموضوع وجايب لك كونتريبيوترز ومن سنه كذا وبتاع، عشان انت داخل فعلا على حاجه كبيره، فما تحسش ان انت لما تستك ان المعلومه يعني مش هتعرف تجيبها، لا لا، في 100,000 واحد هتلاقيه كاتب المشكله دي وحلها، فتعمل بسهوله. يعني انت بس عشان اول مره تسمع اليوتيوب فحس ان هي حاجه ايه جديده، لكن هي مش حاجه جديده، هي كده زي مثلا بقول لك ايه ويندوز مثلا، او زي ما بقول لك مثلا ايه ايفون. فانت بتتكلم على كوميونيتي كبيره جدا. اوكي طيب يلا نفتح شركه مع بعض، نعمل ايه بقى الشركه دي؟ قعدنا على القهوه وجبنا كوبايه شاي، قلنا بنفتح كوركينج سبيس، بدل ما قلنا نفتح كوركينج سبيس بقى نقول لك بقى نفتح ايه؟ نفتح شركة ايه؟ ثانية واحدة تبيلد بس. لينكس كيرنل ايه؟ تبيلد لينكس كيرنل just one minute، انا بس عايز اعرف ده عند انهي. ماشي
عشان انا عندي كذا، انا يعني عشان اقدر اشرح لكم حاجه زي كده يا جماعه، انتوا مش متخيلين كميه الريبوز اللي مفتوحه على ديفرنت لابتوبس. يعني مثلا على التابلت في بيلدينج سيستم شغال، على اللابتوب التاني في بيلدينج سيستم شغال، على اللابتوب ده في بيلدينج سيستم شغال، ففي كميه بيلدينج سيستم شغاله بس عشان اقدر اوصل لك المعلومه. طيب خلينا مع بعض كده. طيب بص يا ريس، قلت لك يلا بينا نفتح ايه شركه. طيب ليه بس؟ عشان انا ما توهش كميه حاجات كتيره فعلا مفتوحه، فخلينا نقفل اللي مش مهم بس زي الفل كده. لما باجي اقول لك تعالى نفتح شركه، احنا عايزين نعمل، احنا هنوصل لان احنا نفتح اليوكتو في الاخر شركه، احنا هنبقى احنا شركه يوكتو، ونخلي احمد بدري يروح يتكلم مع مايكروسوفت. هو تقريبا عنده على بيل جيتس على لينكد ان، فسموه ازيك يا هندسة؟ ايه؟ ازيك يا هندسة عامل ايه؟ ايه هو انا الاخبار؟ كده الحمد لله. طيب بصوا يا شباب، دلوقتي عشان نقدر نفتح الشركه دي، فاحنا جالنا واحد صاحبنا قال لنا يا جماعه انا بصوا شفت حته بايثون سكريبت فظيع موجود على اونلاين اسمه بيت بيت. السكريبت ده خلى الناس تقدر تكتب باش وبايثون. انا بص انا جايبها لك من تحت خالص، خلى الناس تكتب باش وبايثون في نفس الفايل، وترن انت البايثون سكريبت ده يشغل لك الفايل ده. بمعنى ايه؟ كانه كومبايلر كده، تقدر تسميه كده كانه كومبايلر. يبقى هو حد جه قال لنا بصوا يا جماعه احنا ممكن ده يبقى هو الكور بتاع البيزنس بتاعنا. قال لك ان احنا عندنا يعني في سكريبت كده عظيم اسمه ايه؟ اسمه بيت بيج. ده بيعمل ايه؟ ده هتقدر تديله فايل، الفايل ده مكتوب فيه باش ومكتوب فيه بايثون. لما هنيجي نقول بيت بيك اللي هو السكريبت بتاعنا، ونديله اسم الفايل ده مثلا فايل 1 مثلا دوت دوت، مش هقول لك دوت باي بقى عشان ده فيه باش وفيه بايثون، فعايزين له اسم مختلف، فخلينا نقول مثلا بي 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 اللي هو بيت بيك يعني. كويس، احنا بقى ايه الناس الجامده قوي بقى. فالبايثون سكريبت ده هياخد الفايل ده ويبارسه ويفهمه ويشغله ويعمل له ران. قلت لكم حلو قوي يا جماعه الحوار ده، احنا كويسين في الباش، خدنا كورس باش مع بعض وخدنا كورس بايثون، فيا سلام بقى لو في كومبايلر يدمج الاثنين دول مع بعض. مين ده؟ ده البيت بيك. خلاص يبقى ده الكور يا جماعه بتاعنا، هنشتغل كلنا عليه، اتفقنا؟ طيب يلا بينا نروح نبص على الريبو بتاعت البيت بيك دي. فلما سوري لما رحنا فتحنا الريبو بتاعت البيت بيك، خليني برضه افتحها لكم كل حاجة نفتحها أول بأول كده مع بعض عشان ما نتوهش. البيت بيك أهو أهو. لقينا بقى إيه يا ريس؟ لقينا فعلا الراجل ده عامل شغل حلو قوي. في حاجة اسمها الباينري، لو دخلنا جوه باينري ده هننزل طبعا الريبو دي ونشوفها، هتلاقوا فعلا في فايل هنا اسمه بيت بيك. لو فتحنا البيت بيك فعلا ده بايثون سكريبت أهو. كويس، حلو قوي. طيب تعال نرجع تاني كده. البايثون سكريبت ده في شوية ايه كونفيجريشنز هنا، ماشي، فيها حاجة اسمها بيت بيت دوت كونف مش عارف ايه ده. نرجع تاني، ممكن يبقى الكونفيجريشن اللي هو بيحتاجها ايه ده في دوكيومنتيشن. خلاص يا جماعة اي حاجة هنتزنق فيها هنعمل زي ما كنا بنعمل في الكيرنل، ونخش نعرف ايه في الدوكيومنتيشن بتاعتها. ففي فعلا دوكيومنتيشن محترمة هنا، كويس هنقرأها كمان شوية دلوقتي. ايه ده، تعالى بص كده في حاجة في الدوكيومنتيشن كده خدت بالي منها، فيها اللو يعني ممكن نبتدي ده نقرأ فيه. طيب جميل قوي، يلا بينا نكمل كده. في شويه لايبرز، هو بيحتاج شويه لايبرز. طب اللايبرز دي عباره عن ايه؟ يعني اكسكيوتبل مثلا؟ لا ده شكلها كده كلها برضو بايثون سكريبت، فهو عامل شويه بايثون سكريبتس بيتعاملوا بيه لايك ايه؟ لايك ا لايبرري، بيناديهم هو من جوه الكود. ماشي، طيب تعال نقرا كده، بيجي يقول لك ايه؟ ده بجنرال تاسك اكسكيوشن انجن. يبقى البايثون سكريبت ده هو عباره عن محرك بيقدر ايه؟ تديله تاسكات ينفذها لك، وبيسمح بايه؟ بشيل وبايثون تاسكس. ده جميل جدا، يعني انا الفايل اللي انا هكتبه هي فين احنا مسحناه، اه ما سوري ماشي. يبقى الفايل اللي انا هكتبه وهديه للبيت بيك ده شامل الايه؟ الشيل والبايثون. ماشي جميل جدا. وبيقول لك لمعلوماتك ممكن تشوف الاوبن امبيدد سايت. ليه؟ عشان هو one of the main users is open embedded، يعني شركه open embedded بتستخدم برضو البيت بيك ده. ده كلام جميل جدا. وبس احنا بنطلب ان الفيرجن بتاعت البايثون تبقى اكبر من كام؟ من 3.8 اور نيور. فده معناها ان اكيد جوه البايثون سكريبتس ده في سام بوليسي سام هاو بتتشيك
ان الفيرجن بتاعك اب تو كذا. حلو جدا. طيب في برانشز، في ديفرنت برانشز وديفرنت تاجز، ومحتاجين ايه نبقى فاهمين الكلام ده عشان نشوف احنا هنشتغل على انهي برانش بالظبط. طيب كلام جميل. طب ما يلا بينا ننزل الريبو دي ونشتغل بيها، نديلها فايل كده ونحاول نشغله. طيب حلو جدا، يبقى انا هنزل هجيب كلون البيت بيج ده. يلا بينا تعالوا مع بعض، اهو عملت له جيت كلون ونزل لي البيت بيج اهو. ده البيت بيج اللي هو ايه، اهو جيت ريموت داش في اهو، هو اللينك ده اللي هو الجيت هاب مش عارف اوبن امبيدد كذا ده، وفين اهو اهو. لو انا عملت كده هو ده. اوكي يبقى انا كده عملت جيت كلون، ماشي حلو جدا. تعالوا بقى نكسبلور شويه. انا فتحت الفي اس كود بس لسه ما جاش اهو. طيب خليني انا اجيب البرزنتيشن هنا شويه كده، ولو احتاجناها بقى اجيبها لك. دلوقتي بيقول لك ايه بقى يا ريس، ان خليني بس اظبط معلش السيت اب بتاعي، انتوا تعالوا هنا ودي خلوها فوق في الحته دي، ماشي زي الفل. دلوقتي لو احنا شايفين هتلاقي في كونفيجريشن، في باينري، في لايبرز، في كلاسز، في دوكيومنتيشنز، في حاجه اسمها كونتريبيوت. فيلا بينا ايه نبص على كل حاجه من الحاجات دي. لو انا دلوقتي فتحت سوري الباينريز ده، شفنا البايثون سكريبت اهو اللي هو اسمه بيت بيج ده، كويس هتلاقيه صغير قوي، بس انا برضو واخد بالي كده ان هو مش صغير بس، هو بينادي على حاجه اسمها بيت بيج مين. فبيت بيج مين دي بيعمل لها امبورت. امبورت منين؟ من بي بي دوت مين. يعني انا لو فتحت خدت دي كوبي ورحت لللايبرز، كويس دخلت جوه فايل بي 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 ورحت للمين دوت باي. خليني انا محتاج كده افتحهم جنب بعض، لازم افتحهم جنب بعض كويس، وعملت كنترول اف فعلا، فدي فانكشن فعلا موجوده هنا، فهو ده اللي بيناديها. حلو، عشان بس ايه ما تفتكرش ان الفايل صغير وازاي بيعمل كل البروباجندا دي. بيعمل كل البروباجندا دي عشان اهو بيستخدم اللايبرري فولدر كويس اللي هو ده، بعد كده بيخش جواه هنا بيجيب ايه، سوري بيجيب بي 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 دوت مين، وبعد كده بينادي مين جواها الفانكشن البيت بيك ايه اندر سكور مين. البيت بيك اندر سكور مين دي بقى فيها شويه كود محترم كده، في هنا حاجه اسمها سيت اب بيت بيك وبتاع، هتلاقيها موجوده في فايل تاني ولا حاجه. يعني انت لو خدت بالك هتلاقي ايه في كميه امبورتس هنا كبيره، فبيمبورت شويه اللايبرز اللي عنده. حلو، يعني شكله طول عظيمه. ماشي تعالوا نكمل. ماشي خلينا ايه نكمل نبص على بقيه الفايلات. فدي الباينريز ودي شويه اللايبرز اللي هنبص عليها كمان شويه. ايه الكلاس ده؟ تعال نبص كده، الكلاس ده شكله كده والله، ده شويه باش فانكشنز ماشي، ودي شويه بايثون. ايه ده فعلا بيقول الكلام مظبوط، يعني في الفايل اللي اسمه كلاسز ده في حاجه اسمها بيز دوت بي بي كلاس، البيت بيج تقريبا كلاس، وعندها بايثون فانكشنز، وعندها ايه عشان من جوه امبورت وبتاع، وعندها باش عادي سكريبت اهو في ايكو وفي بتاع. حلو جمال، كلام جميل ماشي كمل. الكونفيجريشن دي فيها شويه فاريبلز هنا بيعرف فاريبل، وتقريبا كده في نيم كونفنشن ثابت هنا، في سبيس ايكوال سبيس، يعني انا لو عملت كده ممكن يضرب ولا حاجه. هو غالبا كده كل الفاريبلز حاجه سبيس ايكوال سبيس، بعد كده لازم دبل كوتيشن ويكتب بقى الفاليو بتاعته. المهم يعني ان ده في شويه كونفيجريشنز هو بيحتاجها. ماشي نكمل الدوكيومنتيشنز. في ميك فايل في الدوكيومنتيشن هنا، طب ما تيجي نبص على الميك فايل بتاع الدوكيومنتيشن ده. اخش جوه الدوكيومنتيشن اعمل ال اس، الاقي في ميك فايل اقول له ميك هيلب كده، هيجي يقول لك ايه انت لو عايز اطلع لك الدوكيومنتيشن ك اتش تي ام ال قول لي ميك اتش تي ام ال. طب انا عايزك يا عم تطلع لي ك اتش تي ام ال، هقوم عامل كده يقوم ضارب انت عندك انت ايرور. ليه ضارب عندك ايرور؟ عشان محتاج تسطب ديبنسز، هو هيبقى يطلعها لك. خلينا كده ايه انا برجع لك تاني اهو. يبقى احنا كده فتحنا فعلا لقينا ان اي حاجه بيناديها في البيت بيك الاساسيه اللي هنستخدمها هي فعلا ممكن ترجع للايه، للفايلات اللايبرز او الحاجات اللي عنده دي. فانت كده عرفت التو فولدر الباينري والايه واللب، دول هنستخدمهم. والبيت بيك دوت كوم في ده في فاريبل ايكوال فاليو، وعندك البيز دوت بي بي كلاس ده اللي احنا لسه مش عارفين ايه هو البيز دوت بي بي كلاس ده، بس من اللي انا شايفه كده انا شايف باش وبايثون مع بعض في فايل واحد. حلو قوي.
نزيد للشعر بيت جمال، قال لك ايه بقى؟ قال لك في اللايبرز دي في شويه فانكشنز كده يوتيلز، وانا احب اليوتيلز جدا، احب الحد المحترم اللي يكتب لي في الكود بتاعه يوتيلز انا استخدمها بعد كده، لان فعلا هنيجي كمان في المستقبل هتلاقيني بستخدم اليوتيل دي. هتيجي تقول لي انت جبت الفانكشن دي منين؟ هقول لك اهي، خش في البيت بيج في البي بي بي يوتيلز، هتلاقي الفانكشن اهي، وادي الدوكيومنتيشن بتاعتها، اقراها وشوف هتستخدمها ازاي. بالبلدي كده الفانكشن دي مثلا بتشوف الفاريبل ده يحتوي على الكلمه دي، اه ريتيرن ترو، لا ريتيرن فولس، هي دي الفانكشن بتعملها. طبعا لما نيجي نشرح او لما نيجي نستخدم الفانكشن ذات نفسها هنرجع نفتح الايه الفايل ده. طيب حلو جدا. طب تعالى نبص على الدوكيومنتيشن اللي بالنسبه لي انا دلوقتي ده كنز رهيب، لانك هتقابل فيه كل المعلومات اللي انت محتاج تعرفها في البيت بيج وغير البيت بيج. فهنبتدي طبعا بالهلو ده، بس انا عايز اوريك بس الايرور اللي هيضرب لك، هيضرب لك ايرور عشان انت محتاج تسطب ايه؟ سفينكس اندرسكور ار تي دي اندرسكور سين. فانت هتسطب ده، بيب انستول الراجل اللي فوق ده، وبعد كده هترن ميك اتش تي ام ال، هيفتح لك، هيطلع لك فولدر، تعال بقى نشوف، هيطلع لك فولدر هنا اسمه بيلد. جوه الفولدر البيلد ده هتلاقي فيه اتش تي ام ال، فانا هفتح فايرفوكس اتش تي ام ال، وهتلاقي اكيد في فايل اسمه ايه اندكس دوت اتش تي ام ال، تعالوا نفتحه كده. فعلا دي الدوكيومنتيشن اللي عندي لوكال اهو. اوكي طيب، بدل بس ما اقرا من هنا، انا عن نفسي كمعتصم على فكره بقرا من هنا، يعني ما بروحش افتح الفايرفوكس، اتعودت ان انا من الكيرنل زي ما كنا بنشوف بقى في الكيرنل هناك، واحنا بنظبط الديفايس تري والليله الجميله الحلوه دي ونظبط الموديولز بتاعتنا، فتعودت ان انا اقرا منين؟ من الدوكيومنتيشن ذات نفسها. بس نفس الكلام ده بالظبط كده موجود هنا، بس بشكل ايه طبعا انظف واشيك وكده. وكمان في هنا بوينت لطيفه جدا، انك لو دوست على حاجه هيوديك ليها، كويس؟ هناك طبعا مفيش، ف ساعات ممكن احتاج انا بقى افتح الفايرفوكس على الحاجه دي، لو انا محتاج ادوس على ايه؟ على لينك يفتح لي على مكان تاني. طيب جميل جدا، حلو، يبقى انا كده بقى ليا طريقه ان انا افهم بيها الدوكيومنتيشن واقراها. طيب تعالوا نرجع كده نكمل من قلب السلايدز. وفي برضو حاجه تانية مهمه جدا اسمها فاريبل جلوسري، المتحف ده بتاع الكلمات هتحتاجه جدا جدا جدا. البيت بيك او اليوكتو بشكل عام قايم على، يعني مش عايز اقول ايه، thousands of variables، متغيرات كتيره جدا، والفاريبل الواحد ممكن يؤدي بلاوي، يعني بيعمل ممكن يغير فيتشر كامله في السيستم. فدايما بتلجأ ان انت تفتح الفاريبل جلوسري بتاع اليوكتو عشان تشوف مثلا الفاريبل ده بيريبريزنت ايه او هو بيأفكت ازاي. فمهم قوي 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 الفاريبلز جلوسري دوكيومنتيشن اللي موجوده في اليوكتو، لان في اتنين دلوقتي، في اللي تبع البيت بيك، كويس، وهنيجي نشوف كمان شويه اللي تبع مين، اللي تبع اليوكتو ذات نفسها، كويس، اليوكتو بروجكت فاريبل جروسري ده. ف تيك كير يعني. فاحنا حاليا دلوقتي احنا ما بنعرفش حاجه عن اليوكتو، احنا جالنا بدري قال لنا في بيت بيك وبتاع واستخدموه، فيلا بينا نكمل ايه، نبص على الهلو وورلد. يعني الهلو وورلد هنا كده من قراءتنا ليه بيقول لك عشان تقدر تفهم البيت بيك بيبيلد التارجت ازاي وبتاع، امشي مع الدوكيومنتيشن بتاعت الايه؟ بتاعت الهلو وورلد دي. احنا هنعمل المينيمال عشان نقدر نفهم الورك فلو بتاع البيت بيك او البايثون سكريبت ده شغال ازاي. تمام يا رجاله؟ معايا؟ مش عايز حد يقع مني بالله عليك. طيب حلو قوي. يلا بينا. انا طبعا اوريدي عامل الكلام ده هنا اهو في الفولدر اللي اسمه هلو ده، فاحنا هنعمل فولدر تاني وهنشتغل عليه، اوكي؟ بس خليني برضو مش هكرره، انا همشي معاك. طيب الراجل ده بيقول لك ايه؟ في بدايه الدوكيومنتيشن كده اهو، خليني حتى امشي من الدوكيومنتيشن عشان تحس ان الموضوع فعلا فيري سامبل يعني. بيقول لك اول حاجه انت محتاج انك تظبط الباس فاريبل بتاعك ان هو يشوف البيت بيج باينريز، عشان لما تيجي تكتب كلمه بيت بيج كده هنا، لما اجي اكتب كلمه بيت بيج كده ما يضربش، يقول لي بيت بيج كوماند نوت فاوند، فبيقول لك ظبط لي الباس فارب. فماشي يا ريس، ظبط لك الباس فارب. البيت بيج موجود فين؟ او سوري، الباينري موجود فين؟ موجود هنا اهو.
اهو ده الباس، انا محتاج اضبط الفيرب بتاع الباس بتاعي، فانا هاكسبورت اوكي باس ايكوال دولار، او الاول بقى هديله الباس بتاعي، بعد كده الباس القديم او قيمه الباس القديمه اوكي. لغايه دلوقتي اي ثينك الدنيا واضحه، لو عملت ايكو تاني هتلاقي فعلا الايه الباس بقى موجود مع الفاريبل بوست. فاذا انا لو جيت قلت له دلوقتي بيت بيك، هيعرف مين البيت بيك، بس ضرب ايرور. تعال كده نشوف الايرور هنا بيهندله، يقول لك يا ريس احلى مسا عليك، كريت لي فولدر وخش جوه الفولدر واكتب لي ايه بيت بيك. لما تيجي تكتب البيت بيك هيطلع لك الايرور ده، كويس. هو ده الايرور اللي طلع لي، اللي هو بيقول لك البي بي باس فاريبل ده از نوت سيت. طب تعال ماشي، تعال نكريت الاول فولدر نريح، انا همشي معاه عمياني وانا مش فاهم اي حاجه، الله يسامحك يا بدر. هنيجي نقول ايه ماي هلو، ونخش جوه ماي هلو ونكتب بيت بي، فضرب لي نفس الايرو. جميل، قال لك بقى ايه؟ قال لك البي بي باص ده المكان اللي بيشاور على حاجه فيها الكونفيجريشن فايلز، يعني انا المفروض اعرف البي بي باس ده ان هو يبقى شايف في فولدر هنا عندي هنا في كونفيجريشن فايل، في فايل كده اسمه بي بي لايرز دوت كونف مش عارف ايه ده، وبرده في حاجه اسمها بيت بيك دوت كونف برده مش فاهم يعني هو عايز ايه، ماله الكاسيت. قال لك خلاص البي بي باس ده اعمل له اكسبورت للدايركتري اللي انت واقف فيه. طب انا همشي كده واشوف هو، سوري انا جنبيت، انا اصغر دي شويه واقفل ده خالص تمام. نرجع تاني كده، يبقى هو بيقول لك هنا ايه البي بي باس ده مفروض بيبقى شايف، او هو اللي بيخليك تشوف الفولدر ده او الفايل اللي هو اسمه بي بي لاير دوت كونف ده، ومما يليه او يشوف حاجه اسمها البيت بيك دوت كونف. فانت محتاج تست الفاريبل ده. طيب تعالوا نعمل زي ما هو عامل كده، هو بيقول لك ايه البي بي باس ايكوال البروجكت دايركتري. طب ما هو ده البروجكت دايركتري اللي انا واقف فيه دلوقتي، فانا اقول له ايه بي 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 باس ايكوال الكرنت دايركتوري. تعالوا كده نطبع البي بي باس، فعلا مظبوط. طب حلو جدا، تعالوا نعمل له اكسبورت بقى عشان يبقى شايف على اي تشايلد. كده انا عملت اكس، او خلينا نكتبها مره واحده بقى، سوري اكسبورت من غير بتاع اكسبورت كده كويس. يبقى انا كده خليته متشاف على اي ايه، على اي تشايلد هيجي بعد. ماشي اعمل ايه بقى يا ريس؟ بيقول لك اكتب لي بيت بيك تاني. حاضر اكتب بيت بيك تاني، ضرب ايرور. تعال نقرا الايرور ده، هو هو نفس الايرور ده شكله كده، هو هو نفس الايرور. ليه بقى نفس هو الايرور؟ بيدور على بيت بيك دوت كونف اهو ومش لاقيه، بيقول لك الفايل ده از نوت فاوند. طب حلو اعمل ايه بقى؟ يعني انت عايزنا كاريته لك، طب المحتوى بتاع الفايل ده ايه؟ هو مديه لك هنا. طب يلا بينا ميك داير، سوري ميك داير كونف. ماشي، بعد ما ميك داير كونف قال لك كريت لي الفايل ده تحت الميك داير كونف. طيب ماشي، تاتش جوه كونف بيت بيك دوت كونف كريت لك الفايل ده، تعالى افتح لي الفايل ده هنا. ماشي، ايه المحتوى؟ قال لك انقل المحتوى ده. حاضر انقل المحتوى ده. بص احنا ماشيين عمياني لغايه دلوقتي، احنا مش عارفين هو ايه اللي بيحصل. ماشي، بعد كده اعمل ايه بقى؟ قال لك افتر ميكنج ان انت حطيت بيت بيك دوت كونف ده، رن بيت بيك تاني. بص احنا دلوقتي كل اللي بنعمله ان احنا ماشيين مع الهلو وورلد. فانت لو خدت بالك انا عملت ايه؟ سوري، لو خدت بالك انا عملت ايه؟ انا جيت هنا كريت فولدر، كريت كونف، وتحت الكونف كريت ايه؟ بيت بيك دوت كونف، اللي هو فيه شويه كونفيجريشن اعتقد البيت بيك محتاج. طيب تعالى كده نرد بيت بيك، شوف الايرور اختلف ولا لا. شكل كده الايرور اختلف، المره دي اختلف وبيقول لك ايه في فايل اسمه بيز دوت بي بي كلاس مش موجود. تعالى نمشي معاه يا جماعه، ده نفس الايرور. ماشي اعمل انا بقى ايه؟ قال لك كريت لي فولدر اسمه كلاسز. حاضر من عينيا، ميك داير كلاسز بالشكل ده. ها بعدين قال لك كريت لي الفايل ده تحتيه. طيب يلا بينا سوري معلش، متعود على كنترول شيفت سي من غير اهو، تاتش كلاسز بيز دوت بي بي بيت بيك، يعني اختصار لبيت بيك كلاس. جميل قوي ماشي، بعدين المحتوى بتاعه بقى ايه يا ريس؟ اعمل ايه في المحتوى بتاعه؟ قال لك بص يا ريس المحتوى بتاعه فين المحتوى بتاعه؟ اهو قال لك حط لي جواها كلمة دو بيلد بس كده من عينيا، اهو دو بيلد يعني ده اللي انت عايزه.
بس انا لو قرات كده شويه بيقول لك ايه؟ بيقول لك ده المينيمال تاسك اللي البيت بيت محتاجه منك عشان يعرف هو هيعمل ايه؟ يعني ده معناها ان البيت بيت عندها مالتيبل اوف تاسكس، يعني مثلا دو بيلد، دو كلين، دو كونفيجر، دو كومبايل، دو انستول مثلا يعني. وهو محتاج مني من الفايل اللي اسمه بيز دوت دي بي كلاس ده، محتاج مني احدد له، ايه التاسك اللي هو يعمله. ماشي حاضر، يبقى هو كده هيروح ياخد كونفيجريشن وبعد كده يروح يشوف ايه التاسك اللي هيعمله. طب تعالى كده نجرب. ايه يا عم انت ضربت ضرب ايرور؟ لا الثانيه دي ايرور، ده مختلف. I think بسبب في سبيسز. لا مفيش سبيس، بس تعالوا ميك شور. انا خايف بس يبقى في بقى ايه نون كاركتر ولا حاجه. هو المفروض في اد تاسك، المفروض كلمه اد تاسك، بس انا ليه مش قايم شايف اد تاسك؟ المفروض اد تاسك دوت بي بيلد. استني كده ميك شور بس ان انا ماشي صح، مفيش حاجه نسيناها. المفروض اد تاسك صح، اد تاسك زي ما انا قلت، واعتقد ان هو قايل لنا هنا بس احنا مش شايفينها. لا قال لنا بعدها مثلا مش عارف ايه. اهي اد تاسك بيلد، امال ليه انا مش شايفها في عشان انا عملت جيت تشيك اوت وغيرت، البرانش صح عشان كده، عشان غيرت البرانش فاد تاسك مش موجوده هنا. ثانيه دي انا على انهي برانش؟ 1 سكند معلش. خش في الفيدباك جيت برانش، غيرت ورحت على ماشي. بص انا عشان بس ايه، انا هحتاج البرانش ده هرجع له تاني. تعالوا نتشيك اوت بس على الماستر، هوريكم المفروض ده هيتغير تاني، وهتلاقي بقى كلمه اد تصحيح موجوده يعني كويس. بس معلش انا احنا التشيك اوت اللي انا عملت، او ماشي هكمل على الماستر. تعالوا نكمل على الماستر، تعالوا نكمل على الماستر مفيش مشكله ماشي خلاص زي الفل يا ريس. تعالوا هن اد تاسك، اد تاسك. انا طبعا بقى تشيكيت اوت تاني كده على اليوكت ده يعني، عشان دي الفيرجن اللي هنشتغل عليها بعد كده. طيب تعالوا نكمل ماشي. حلو قوي. هلو و ماشي، يبقى انا كده كريت له اللي هو عايزه بالظبط، اد تاسك بيلد ماشي. قال لك بعد كده ايه؟ رن بيت بيك. حاضر رن بيت بيك. قال لك ايه؟ يوز بيت بيك وولد تو بيلد ايفري ثينج، رن بيت بيك داش داش هيلب. حلو، ده معناها كده ان بيت بيك اشتغل، بس هو مش لاقي الفايل زي كلمه مثلا فايل اسمه وولد مثلا، الفايل اللي هيشتغل عليه. وعشان اتاكد ان انا اعمل داش داش هيلب، طلع لي الهيلب فعلا. حلو كده جميل، انا مبسوط يعني البيت بيك كتول قامت. جميل قوي، تعال نكمل القراءه كده هيشوف هو هيديني الفايل ولا لا. بيقول لك ايه بقى؟ بيقول لك انت محتاج تكريت لاير. يعني ايه لاير؟ مش فاهم. بيقول لك بص يا ريس، انت عشان نقدر البيت بيك ان هو يشتغل محتاج يبقى عندك لاير، ليتس سي مثلا ان هي اسمها ماي لاير. اللاير دي اهو بيقول لك كريتها بالشكل ده، اتحرك للهوم. انا دلوقتي واقف في الهوم وهميك دايركت لاير. هو المفروض ده الهوم بالنسبه لي يعني، بس انا اوريدي عندي ماي لاير بره. ماشي خلاص بقى انت فاهم بقى، هرجع اخش في ماي لاير دي كأن انا اللي كريتها. هرجع كده وهخش، احنا في ماي هلو عشان بس دخلت هلو فده غلط، احنا في ماي هلو. تخليني بس هغير الاسم بتاع هلو ده، ده كانت تجربه مع نفسي يعني هلو تيست عشان ما اتلخبطش. تمام تعالوا هنخش اهو ميك داير ماي لاير وبعد كده اخش جواه. فيلا بينا نخش جوه ماي لاير دي. طيب طبعا في شويه فايلات هنا كتير وبتاع مش عارف ايه، دي كلها هنكريتها دلوقتي. فخلينا اقول ميك داير ديليت وهنوف كل الحاجات دي عشان لو احتاجنا حاجه منها ولا حاجه هو ديليت. ماشي زي الفل. ماشي انا كده كريت اللاير، بس بيقول لك ايه بقى؟ اللاير دي محتاجه كونف فولدر. هو كده ده معناها ان اي فولدر بيتكريت لازم تحتيه كونفيجريشن عشان البيت بيك تعرف تشتغل ازاي. طيب خلاص، يبقى انا هعمل عمياني كونف سلاش بيت بيك دوت كونف. لا ده بيجي يقول لك المره دي انا عايز لاير دوت كونف. ده يبقى كده الكونفيجريشن فايلز انواع، في بيت بيك دوت كونف، في لاير دوت كونف. طب ماشي
and carried layer.com. ماشي، حلو الكلام. بيقول لك ده المحتوى بتاعها يا ريس. طب يلا بينا نحط المحتوى بتاعها. نكاريت ده كده اهو، ماشي، حلو جدا. هات ده هنا اهو، وبعد كده تكملة القراءة بيقول لك فور انفورميشن، لو انت عايز تعرف الفاريبلز دي ايه دوس على البتاعة دي توديك. ولو انت جيت بقى خدت بالك من ال فين راح فين راح فين، احنا قفلنا، احنا قفلنا صح، قفلنا الفاريبل بروس اللي قفلناه. طيب خلاص، سوري، فايرفوكس ارجع خطوة، خش في البيت بيج، خش في الدوكيومنتيشن، خش في الاندرسكور بيلد، خش في البيت بيج تارجت مانيوال، فين سوري ده اتش تي ام ال قصدي، بعد كده الاندكس دوت اتش تي ام ال. كويس اهو فتح، جيبه عندكم هنا، تعالى هلو وورلد، تعالى ننزل تحت كده عشان بس اوريك حته الكليك لينك هنا. وير 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 اهي، احنا هنا دلوقتي. كويس، قال لك ايه؟ لو عايز تعرف اي فاريبل دي دوس عليها. بص لما تدوس عليها هيفتح لك فين؟ في الفاريبل جلوستري. فاذا انا لو في فاريبلز ريليتد للبيت بيج، وعاده الفاريبلز ريليتد للبيت بيج بتبتدي ب بي 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 بي، معلش كلمه صعبه، فبي بي فايلز، بي بي فايلز اندرسكور دايناميك، بي بي انكلود كده. لكن مثلا حاجه زي ار ديبندنس، حاجه اسمها سورس اندرسكور يور ار اي، دي فاريبلز ريليتد لليوكتو، فمش هتبتدي بالبي بي. اللي انا بقوله ده حاجات يعني من تحت السلم كده هتريحك في فهم المعلومه. طيب تعال نكمل، ماشي. مش هبص دلوقتي، بعدين نبقى نبص، بس يعني اللي انا شايفه كده حاجه مهمه قوي دلوقتي، ان ده بيقول اللاير داير، يعني شكل اللاير داير ده اللي هو المكان اللي انا واقف فيه دلوقتي، اللي هو اللاير دايركتشن. وفعلا انت لو رحت بصيت وقرات زي ما هو الراجل بينصحك، هتلاقي ان اللاير داير ده بيبص في اللوكيشن ده. طيب ومما يليه ان بيقول لك الفايلات اللي هياخدها البيت بيك موجوده هنا استريك دوت بي بي بي. ده معناها ان هو محتاج كريت له فايل هنا دوت بي 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 عشان البيت بيك ياخده. تعال نكمل قرايه او امبلمنتيشن ونشوف. بيجي يقول لك هنا ايه؟ كريت لي فايل اسمه برنت هلو. طيب ماشي يا عم، كريت لك الفايل ده اهو، تاتش الفايل ده، وبيقول لك حط المحتوى ده في الفايل. حاضر، احنا ماشيين عمياني، حط المحتوى ده في الفايل. لو انت واخد بالك دلوقتي انا بعمل ايه؟ نتكلم يعتبر فوق، بس عشان دي غلطه، بنتكلم ان ده بايثون هنا اهو مع باش عادي دلوقتي، ممكن تكتب اي باش هنا عادي خالص. حلو جدا، ماشي. بعدين يعني اعمل ايه بقى؟ ماشي. بعد كده قال لك روح لفولدر اللي هو الهلو، اللي هو بالنسبه لنا دلوقتي اللي هو البيلد فولدر يعني. فيلا نرجع تاني ونخش الماي هلو بقى احنا. ماشي، انا دلوقتي في الماي هلو صح؟ مش ده اللي احنا سبناه؟ ماي هلو. طيب اعمل ايه بقى؟ بيقول لك اعمل لي بيت بيك باسم الريسبي. طيب بيت بيك اهو برنت هلو دوت بي بي بي، لا هو ما بيقوليش دوت بي بي بي، اذا اسم الريسبي بس هي اللي كفايه. خلاص اهو يلا بينا، ضرب ايرور. ايه الايرور بقى؟ هل ظهر الايرور ده عندنا؟ بيقول لك ان البي بي باص والبي بي فايلز از نو ريسبي فايلز هنا. حلو ماشي، ازاي يا عم؟ ما انا حاططها بايدي والفايل فعلا هناك، والبي بي فايلز ده متثبت اهو اهو، بقول له اللاير داير خش هنا. طب هو ازاي مش شايف؟ ويقول لك تشيك ده وتشيك ده. تعالى كده نعمل ايكو البي بي باص ده، هل متثبت فعلا بالهوم دايركتوري؟ سوري انا كاتبه غلط، بي بي باص ده متثبت. طب تعالى نشوف البي بي فايلز ده، بي بي فايلز ده مش متثبت، في حاجه غلط كده، هو ايه اللي بيحصل؟ تعالى نكمل بقى، هو كده كده حلها لي. بيقول لك بص انت كده معناها ان البيت بيك محتاج يعرف اللاير بتاعتك دي فين. يعني انت البيت بيك دلوقتي هيعرف منين ان في فايل هنا اسمه ماي هلو؟ والله ميك سنس، سوري ماي لاير. هو دلوقتي مش عارف الحاجات اللي انت كريتها دي كلها،
هو هيشوفها فين؟ هو البيت بيك اخر حاجه انت اديتها له ككونفيجريشن ان هو يبقى شايف ماي هلو اللي هو البيلد فولدر بالنسبه لك. فحاليا هو مش قادر يشوف اللاير دي. ماشي، ده اللي هو بيقول لك هنا اهو، بيقول لك انت محتاج تعرفه اللاير دي موجوده ازاي. طب اعرفه ازاي؟ قال لك خلاص سهله، كاريت فايل اسمه بي بي لاير دوت كونف تحت الكونفيجريشن فايل اللي عندها هلو. فانا دلوقتي واقف في هلو وعندي سيبك من الكاش ده، عندي الكلاسز اللي انا كريتها وعندي الكونف التمب ده جنريتد بيتكريت من البيت بيج. طيب طب تعالى نشوف كده جوه الكونف ده، مفيش غير بيت بيج دوت كونف، يبقى انا محتاج دلوقتي اكريت ايه؟ اكريت تحت كونف بي بي لايرز دوت كونف. ماشي جميل قوي، وقال لك المحتوى اهو بتاع البي بي لايرز دوت كونف. طيب تعالى نحط المحتوى ده عند البي بي لايرز دوت كونف. المحتوى ده عبارة عن ايه بقى؟ المكان اللي فيه اللاير بتاعتك، المكان اللي فيه اللاير بتاعتك. طب الريال الريال يخرب بيت الكلام، اللاير بتاعتي موجودة فين؟ تعال نجيب دي اللاير بتاعتي، هجيب الباص بتاعها اهو وهبصيه هنا اهو، بس ما بحبش كل التبات دي، هي تبقى واحده كويس. طب زي الفل اوت. طب تعالى كده نشوف تاني من الدوكيومنتيشن، هات الفايل ده هنا اهو. بعد كده قال لك خلاص البيت بيت كده هيقدر ايه من خلال البي بي لاير ده هيشوف اللاير، ولما هيروح لللاير هيخش في اللاير دوت كونف، ولما يخش في اللاير دوت كونف ده هيتست، ولما ده يتست هيشوف الريسيبي اللي اسمها هلو او برنت هلو. ماشي تعالى كده نشوف الكلام ده صح ولا غلط. الله، ده اشتغل وطلع لي هلو وورلد اللي احنا كنا كتبناها في الريسيبي بتاعتنا. احنا كده يا جماعه عرفنا نشغل مين، نشغل البيت بيك، ادينا له فايل واشتغل عليه. ده كلام حلو قوي الكلام ده. التول دي ممكن تبقى هي سبب الايه ان احنا نفتح البيزنس بتاعنا. طب خلاص زي الفل. طبعا ده هنا الستبس كلها سكرين شوت يعني. طيب تعالى نبص شويه على الاوتبوت فولدر اللي خرج من البيت بيك، نلقي نظره كده يعني. النظره دي هتفيدنا شويه معلومات كده خفيفه يعني، عشان نشوف بس كده ستاند الون كده البيت بيك بس لوحده بيعمل ايه. والله البيت بيك لوحده كريت لي فولدر اسمه تيم، وتحت التيمب ده في حاجه اسمها كاش. كاش يبقى كنا لسه بنتكلم من شويه ان اليوكتو مش بيكومبايل فول بيلد، لا ده بيكومبايل اللي تشينج بس، غيرت في فايل معين فيغير فيبلد الفايل ده ما يبلدش فايل تاني. اه ذاتس واي ان في كاشنج، بيكيش التاسكات اللي بيعملها، عمل دو بيلد كيشها. فده معناه ان لو قلت له بيت بيك تاني مش هيطلع لي الدو بيلد. ليه مش هيطلع الدو بيلد؟ عشان هو مكيشها ومفيش اي تشينجز، فبالتالي مش هيبلدها. لكن لو انا لميت فور اكزامبل التمب بالكاشنج بتاعه وعملت برنت هتطلع لي هالو وورلد. حلو جدا، ده انا بدات افهم والله، ده الموضوع شكله سهل. حلو، لا الموضوع مش سهل خالص. طيب بص يا مستر، تعالى بقى نبص تاني كده ايه اللي موجود، نلقي نظره في التمب ده. قال لك برنت هلو، تعال نشوف برنت هلو. قال لك في حاجه اسمها وورك، تعال نشوف الورك. ايه ده؟ دي شويه لوجات تقريبا. طب تعالى نبص على اللوجات دي، نفتح اي لوج منهم مثلا، اللوج بتاع الدو بيلد. اه ده اللوج اللي هو طلعه لي. ماشي حلو، ايه رن دوت دو بيلد دي؟ تعالى كده نشوف رن دوت دو بيلد. ايه ده البيت بيك حلو قوي. ده بيعمل ايه بقى يا ريس؟ بيطلع لي فايلين دلوقتي في اللوج، لوج اسمه ران، ده اللي هو بيستخدمه عشان يكسكيوت، ولوج تاني اسمه لوج دوت كذا، يعني ران دوت دو كومبايل، يبقى هيبقى في مقابله لوج دوت دو كومبايل. مثلا ران دوت دو كونفيجر، يبقى في مقابل ليه لوج دوت دو كونفيجر. حلو الكلام ده، ما يعني مصلحة أقدر أشوف الكوماندز والأوتبوت بتاعها. لا والله يا جماعة البيت بيك ده احترافية عالية أوي أوي أوي. لو خدنا بالنا، أنا بصراحة مكسل أكتب الكوماند ده، بس يعني هشرح لك الكوماند ده عشان هو كبير شوية.
اس تريس داش اي. طبعا انت المفروض استاذ اس تريس بقى، شفناها لما مع لينكس. داش اي هنا بتحدد نوع السيستم كل اللي انت عايز تعمل له تراك. فانا عايز اتراك الاوبن اد، عايز اشوف ايه الفايلات اللي بتتفتح من خلال البيت بيك. داش اف فور تو فولو اني فورك ثريدز، يعني لو في مالتيبل ثريدز شغاله اقدر ايه اكاتشها. طيب عشان اس تريس باي ديفولت ممكن تتراك المين ثريد بس، لكن لو انا عايز الثريدز اللي بترن في الباك جراوند او في الفور جراوند ومن غير رغي كتير، زي مثلا اهو دي البي اي دي ده مش عارف 2 9 لكن في بي اي دي هنا 3 2، فالمالتيبل فوركس اللي بتطلع، مش عايز اقول ثريد بقى، خلينا نقول بروسس، المالتيبل بروسس اللي هتفورك من البيت بيك انا برضو هقدر اعمل لها تراك. طيب هجرب على ايه؟ هجرب على الفولدر بتاعي اللي هو هلو وماي لاير، عايز بس اشوف الحاجات اللي في الفولدر بتاعي ده، ماليش دعوه بقى، اصل انا لو انا سبتها عايمه كده هيجيب لي بقى ايه الفايلات اللي بيخشها في البيت بيك عنده هو. بيت بيك بقى لاير ومين وبتاع واللايبرز كلها والكونفيجريشنز اللي هو بيخشها، انا عايز اشوف هو البيت بيك كتول دخل ايه من البيلد فولدر بتاعي. الهلو ده يا جماعه معلش هو كلمه بيلد فولدر، عشان كمصطلح دلوقتي ما تتلخبطش. فانا عايز اشوف البيت بيك كبيلد جوه البيلد فولدر بيأكسس ايه بالترتيب وكبرضه ماي لاير. اوكي، وطبعا انا مش مهتم دلوقتي بالكاشنج اللي هو بيعمله او الميكانيزم بتاع الكاش، انا مهتم بس اشوف السيكونس الطبيعي. لقيت ان هو بيعمل ايه بقى يا ريس؟ لو بصينا مع بعض كده هتلاقي في فايل مهم قوي اسمه بيت بيك دوت لوك. البيت بيك بيخش يكريت فايل اسمه بيت بيك دوت لوك اول ما يخش. ليه؟ عشان ما ينفعش اتنين بيت بيك في نفس الورك سبيس يران ات ذا سيم تايم. تقدر في مخيلتك كده تخيل ان ده كود سي، اول لما بترن بتكاري الفايل دوت لوك، بحيث لو نفس البروسيس بتاعتك دي حد بيرنها تاني يروح يتشيك هل الفايل ده موجود؟ اه، يبقى في بروسيس دلوقتي بتستخدمني، اركن انت على جنب. تمام يا جماعه؟ طيب يبقى الفايل ده، وهتقابل بعض السيناريوهات مثلا ان الفايل ده موجود مثلا، بس المشكله طبعا مش هنعرف نجربها دلوقتي عشان خاطر ايه البيت بيك بيخلص بسرعه دلوقتي عشان الريسيبي صغيره. كنت عايز اوريكم ايه، اللهم صل على رسول الله. هتلاقي ان الفايل ده بيتكريت هنا، يعني خلينا كريته كده مانولي، انا ما جربتش كريته مانولي قبل كده. بيت بيك دوت لوك، بس تعالوا نكتب بيت بيك كده. لا ما يتكريتش مانولي بقى، ف بيج دوت لوك ما يتكريتش مانولي، لازم بيتكريت بيه هو. ف اي ثينك لو انا دللت كده ممكن الحق اجيبها لكم شويه، ان انا لو رنيتها في الباك جراوند وعملنا ال اس كده شايفين اهو ده البيج بيج دوت لوك بيكريت فايل. كويس، تعالى هاته بقى من الفور جراوند، هو خلص اهو. بص بعد ما بيخلص بيدلت الفايل، فالفايل اللي هو كريته ده ما بتقدرش انت ترن اتنين بيت بيك ات ذا سيم ايه ات ذا سيم ريبو. اوكي، طب حلو جدا ماشي. بعدين لو انا خدت بالي كده لقيته بيخش جوه الكونفيجريشن جوه البي بي لايرز، حلو، خلي بالك خد بالك من المعلومات اللي انا بقولها لك دي، ده معناه ان البيت بيك كطريقه فلو او سيكونس اوف فايلز مش نفس ما احنا واحنا بنكريت دلوقتي، واحنا بنكريته عشان يشتغل كان بيدور على كونف بيت بيك دوت كونف، بس ده مش الفايل اللي ليه اولويه، هو عنده كده زي ايه ترتيب اولويات، فبالتالي هو راح يدور على بي بي لايرز دوت كوم. حلو جدا، وهديك معلومه صغيره قوي، هو ليه راح الفايل ده ما راحش للكونف بي بي دوت كوم اللي هو اول واحد كريتناه؟ لان الفايل ده ممكن انا اشيله وانقله في لاير، يعني اشيل البي بي دوت كوم ده احطه جنب اللاير دوت كوم هنا مثلا. اوكي، ذاتس واي ان الاولويه ان هو يشوف الفايل ده. ليه؟ عشان يعرف ايه اللايرز اللي معاه، لان من بعدها هي ممكن يلاقي البيت دوت كونف. حلو قوي، يبقى فعلا دخل جوه بي بي لايرز دوت كونف وقرا الفايل وعرف ايه الباسز اللي هي معاه اللي هي هيبرصها اللي هي هيشتغل بيها. طب حلو قوي، فلما بعد كده راح للماي لاير اتفقنا ان في الماي لاير ذات نفسه هو تايه. تايه ليه؟ انا اروح فين يا جماعه؟ فين البي بي فايلز؟ اشوف مين بالظبط؟ يبقى انا محتاج كونف لاير دوت كونف يدايركتني.
طب حلو جدا. فلما شاف في الفايل ده، عرف من الفايل ده اللي هو ده، عرف منه ايه الفايلات اللي هو هيبرصها موجوده فين. اه دي موجوده في اللاير داير، بعد كده هتلاقي هنا في ايه دوت بي بي بي. فبالتالي لو رحت فعلا عملت ال اس ماي لاير، هتلاقي فعلا الدوت بي 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 جنبه هنا. طب تعالى كده نجرب مثلا، مش مصدقك، تعالى كده نجرب مثلا نعمل ايه. تعالى نحط استريك هنا كده مثلا. يبقى انا هروح العب بقى شويه، و هنعمل ايه، نخش جوه ماي هالو، سوري اسمها ماي لاير، ماي لاير يا بالليل، ماي لاير. وبعد كده هكاري الفولدر هنا مثلا، هسميه ثانيه بس عشان انا عملت غلطه بشعه. ده خلاص نتعلم ده بالجديد بقى. كده كده برنت هالو موجوده في الديل، فهكاريت له ميك داير وهسميه مثلا ايه، هالو، او بلاش كلمه هالو كده، خليها اسميها تيست. ميك داير مكتوبه غلط، ميك داير تيست. حلو ماشي، تعالى كده نموف بقى البرنت هالو جوه تيست. جميل جدا جدا جدا. تعالى نشوف هيفهم ولا لا، هو سمارت بقى كده ولا ايه، هو حافظ مش فاهم. تعالى نخش جوه ماي هالو وندلت التمب، وتعالوا نعمل نفس البيت بيك اللي احنا عملناه بس من غير الاند. ايه ده اشتغل وطلع لي هالو وورلد مع اني غيرت المكان. حلو جدا، حلو جدا جدا جدا. يعني انا معناها ان انا لو عملت كده المفروض يضرب لي ايرور، يقول انا مش لاقي الفايل ده. تعالى كده نجرب. ضرب فعلا وقال لك الفايل ده nothing provides الفايل ده، مفيش حد بيوفر لي الفايل ده. انا حاسس اني بدات افهم. طيب بعد كده لقينا ان لما ما لقاش البيت بيك دوت كونف مع الماي لاير هنا، راح يدور عليها فين؟ في البيلد فولدر بتاعي، فلقى فعلا في بيت بيك دوت كونف. حلو قوي، راح للبيت بيك دوت كونف، خد منها معلومات زي حاجه اسمها الباكج، زي حاجه اسمها الوركينج داي او التمب اللي هو بيكاري فيه الورك، اللي هو ده اللي هو يا جماعه ده الفولدر. سوري احنا احنا عشان مفيش كاش دلوقتي، فاحنا خلينا نرجعها تاني. ده اللي هو الفولدر اللي اسمه ورك ده، كويس اللي هو ده، هو دلوقتي انا بديله، هو يعني مثلا لو غيرت ورك ده وخليته عبد الله هيسميه عبد الله. الفايل اللي اسمه ستام شفناه برضو، الكاش، التمب اللي هو المكان اللي اصلا بتاع التمب موجود فين، توب داير. حلو قوي، فكلمه توب داير دي معناها المكان بتاع البيلد فولدر اللي هو اللي انا واقف فيه دلوقتي ده التوب داير، لان تحتيها كاريت الفايل اللي اسمه تمب. جميل قوي المعلومات دي، جميل. الحاجات دي انت بتحتاجها عشان تغير فيها بعد كده. طيب بعد كده لقيته راح يجيب البيز دوت بي بي كلاس. ليه راح يجيب البيز دوت بي بي كلاس؟ عشان يعرف التاسكات البيز اللي هو هياخدها يشتغل بيها على اي ريسبي اديها له، اللي هي في حالتنا مفيش غير ايه، التاسك الغلبانه بتاعه الدو بيلد. طيب جميل جدا، راح بعد كده بدا يلانش سريد اهو، تاسك اهي يبتدي يشتغل على البرنت هالو ويعمل الدو بيلد اللي انا عايزه. حلو جدا جدا جدا. السيكونس اوف فايلز ده هيخليك تفهم حاجات بعد كده كتيره قوي. اوكي خلينا نفتح فتره الاسئله. اسئله هو انتوا معايا ولا انا قفلت ولا ايه الكلام؟ معاك هندسة حضرتك باشمهندس، في مجهود بيحصل انا خلي بالكم. الله ينور هندسة. والله ينور عليك. هو لو في أكتر من فايل دوت كوم في اللي هي برنت هلو دوت دي بي، هيرنهم كلهم؟ لا اكتر من فايل لير دوت كونف، هو عايز لير دوت كونف واحد. لو انت عملت له لير دوت كونف مثلا لا اللي واحد، هو تاني، لا برنت هلو دوت بي بي، لو في برنت هلو 1 وبرنت هلو 2. ما دي هنشوفها بقى، حاجه اسمها انفيرجنز هتيجي مع ده. هو اوكي بس اللي بيلعب فيها لعب على الشاشه. فين يا عم كلير؟ ماشي طيب. طب الناس فاهمه؟ في حد طيب واقع مني؟ ماشي جميل قوي. يبقى احنا كده قعدتنا على القهوه دي خلتنا نعرف ان التول دي قويه جدا.
دي ممكن تبقى شبه الراست، بعد كده تبقى نعملها كلغة. جه بعد كده عبد الله هنا، طالما مش هنا، جه ادهم قال لي ايه، بص انا اعرف شركة تانية بتستخدم برضو البيت بيك دي، وممكن ندخل الريبو بتاعتهم معانا. ليه بقى؟ عامله شويه لايرز كتيره. قال لي بقى اللايرز دي فيها مثلا انك انت تبيلد كيرنل، فيها ان هي تعمل لك بوت لودر، فيها ان هي تكريت لك شويه يوزر ابلكيشن. قلت له طب ما حلو كده، احنا كده خلاص، خلينا يا جماعه نغير البيزنس موديل بتاعنا، بدل ما هنكريت لغه برمجه زي الراست، نكريت ايه؟ تول زي البيلد روت كده، تكريت لنا ايمج، لان الاوبن امبيدد دي هتساعدنا قوي. ففعلا رحنا فتحنا الريبو بتاعت الاوبن ايه؟ بجيبها لكم بس معلش. الاوبن امبيدد، اوكي؟ لقينا فعلا فيها شويه ميتا داش كذا، ميتا داش كذا، ميتا داش كذا، ميتا يا جماعه يعني لاير، اوكي؟ بس احنا هنشتغل على حاجه اسمها كيركستون، وهنتكلم على البرانشز دي السيشن الجاي. فين كيركستون؟ كيركستون راح فين يا ولد؟ نقعد اهو عشان بس الكيركستون ما فيهوش الميتا داش يوكتوز، يعني لو رجعنا تاني كده في هنا ميتا داش يوكتوز، بس عايزين نمشي على دي. اوكي طيب، لقينا في ميتا سيلف تيست، اي ثينك ان دي حاجه ليها علاقه بالتستنج، فيها ميتا سكيلتون، يعني خلينا اي ثينك دي تبقى اكزامبلز لينا مثلا لو عايزين نعمل حاجه. خلينا نبص كده، فيها مش عارف بير ميتال كور كيرنل ريسيبيز سكيلتون، فيها هلو وورلد كده، ماشي ممكن نستخدمه، نشوف بس ازاي نبني ريسيبي محترمه. طيب ميتا، تعال نبص جواها كده، ايه ده ايه ده، شكلها كبيره يا عم. لا ده الناس دي عامله شغل حلو قوي، بس خلينا نبص كده برضو، الناس دي من 4 شهور، شهرين، 3 اسابيع. لا حلو حلو، ده معناه ان هم لسه شغالين على البرانش ده. طب جميل قوي، تعالى كده نبص طيب شويه على الكونفيجريشن دي. ايه ده، في شويه كونفيجريشن كتيره قوي كده، في هنا حاجه اسمها ماشينز. تعالى كده نبص، ايه ده، ده اشتغل كيميو. انا فاكر انا كيميو ده سيميوليتور ممكن يساعدنا ان احنا نتست عليه وبتاع، لطيف كلام جميل. وفي انكلود كده، بينكلود شويه فايلز هنا، بس شايف في ارم، ايه ده حلو، يعني انا دلوقتي ممكن استخدم كيميو فور ارم. لطيف ده. وفي اكس اي دي 6 ده بتاعنا عادي، مفيش مشكله، حلو معلومه كويسه. طب تعالى كده نكمل رحله تاني. بيت بيت دوت كوم في ايه ده؟ ده مش ده اللي احنا كنا بنديهوله هناك ده؟ لا بس خد بالك بقى، بص ده مديله شويه فاربلز اكتر، عشان كده فعلا مش بادئه بالبي بي، عشان دي فاربلز ليه هو اوبن امبيدد. ماشي لطيف حلو. طب ماشي، ايه بقى ريسيبيز هنا، بورد سبورت باكج، دي في حاجات للبورد زي اليو بوت، مش ده اللي هو البوت لودر؟ تعال نبص كده جواه، ده في شويه انكلود فايل، وفي شويه بي 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 اهو، يعني اعتقد كده هتلاقي ايه، دي شويه حاجه يعني شكلها باتشات، دي باتشز بيابلايها على اليو بوت، وبينكلود هنا في فايلات دوت انك. انا خلي بالك انا مش بشرح لك دلوقتي يعني ايه ريسيبي، ولا يعني ايه دوت انك، ولا بشرح لك اي حاجه تكنيكال، انا بس بحاول اخدك في رحله سريعه كده عشان عينك تتعود على السنتكس، تتعود على المصطلحات. طيب يا ريتها ما اتعودت، ايه يا عم دي، ايه الكلام الكتير ده؟ ده بس في هنا في تاسك كده اسمها دو كومبايل، شكله كده هنا بيكومبايل اليو بوت، يعني مش ده الانفايرمنت فاريبل تقريبا اللي بياخده اليو بوت، وهنا هو بيستخدم الميك عشان يرن ويبيلد وبتاع، وبعد كده اعتقد في انستول اهو، هو ده شكله كده من بره بغباوته كده، هو ده بيجيب لي ايه؟ بيجيب لي اليو بوت. ماشي مفيش مشكله، خدنا رحله كده حلوه ولطيفه سريعه في اليو بوت. تعالى كده نرجع تاني، ريسيب سكور مثلا، ايه ريسيب سكور دي؟ في ايمجز، حلو تعالى نبص كده جوه ايمجز دي، ده في مينيمال ايمج، جميله مينيمال ايمج، بيحدد شويه فايل سايز وبتاع، وبينستول شويه حاجات على الايمج، حاجه اسمها باكج بروت، ده معناه شكلها كده ايه، باكج كامله كده فيها شويه المينيمال ريسورسز او المينيمال باكجز اللي محتاجه عشان يبيلد ايمج. ماشي هنبص عليها بعدين مفيش مشكله، تعال نكمل رحله. في حاجات للنتوركينج، في حاجات والله للانت سكريبتات تشتغل مع السيستم اول لما يقوم. فاكرين احنا الام يو اس ال ده كان كروس كومبايلر تقريبا، موجود برضو هنا، والسيستم دي موجود، والسيستم في
حلو حلو حلو، يعني ممكن نستخدم في السيستم بتاعنا الاثنين. كور يوتيلز دي اكيد فيها شويه باينرز بقى زي ال LS وبتاع مش عارف ايه، فاهو ال LS دوت سي فعلا هنا شكله كده ايه موفر لي شويه يوزر ابلكيشنز كتيره يعني. ماشي مش بطال مش بطال. اذا في حاجه للكيرنل مش بطال برضو. تعال نبص كده مثلا بيستخدم انهي كيرنل. كيرنل فيرجن 5.10 مش قديم برضو كويس يعني. احنا دلوقتي مثلا الجهاز بتاعك 6 بوينت كذا، فده معناه ان هو قريب من الكيرنل فيرجن الجديد، فده مش بطال يعني. تعالى برضه في حاجه اسمها ريال تايم وفي حاجه مش ريال تايم. تعالى كده نشوف اللي مش ريال تايم. يا ريتنا ما شفنا اللي مش ريال تايم. ايه كميه الفاريبلز دي وحاجه اسمها ديبندنس وكومباتبل ماشين بيشتغل على شويه ماشينز معينه. ماشي تقريبا دي كده ممكن نسميها بوليسي مثلا، يعني بيحدد ان هي تشتغل على حاجه وحاجه لا، بوليسي كونفيجريشنز مثلا. طيب في دي دي سي اهو الكومبايلر بتاعنا برضه بيستخدمه عشان يطلع ادفايس 3 وايل. ماشي ما كفايه رحله بقى، خلينا نشتغل يعني بالبلدي كده. الاوبن امبيدد دي لو عملنا لها جيت كلون هنلاقي فيها ايه؟ ما يشتهيه قلبك. بس خد بالك بس من معلومه صغيره، ان البيت بيك كان بره انا نقلته جوه هنا جبته هنا عشان بس يبقى كله في فولدر واحد. ماشي لان هو ما فيهوش بيت بيج. احنا شفنا صح الريبو بتاعتنا طلع لي بيت بيج، ما مش هتلاقي بيت بيج، ما فيش انا بيت بيج كويس. انا جبت لك بيت بيج اهو يعني، نقلته من بره دخلته جوه. ليه نقلته من بره دخلته جوه؟ عشان انا فيه انا شويه ريسيبيز بقى وبي بي بي وبتاع مش عارف ايه، وعايز افهم الكلام ده. هلو مود ده شكله موديول ديفايس درايفر بقى وبيجنريته كموديولز. لا والله الراجل ده حلو يا جماعه، الراجل ده موفر حاجات جرافيكس ومالتي ميديا وساتو دي بتاعت جي او اي برضو. وفي حاجات سبورت هنا زي الكيرل كوماند، زي مثلا دي الداتا بيز مثلا الاوتو كومبليت للباش. لا لا شكله حلو شكله حلو. خلاص ماشي يا اسطى قشطه، هندخل ده معانا في البيزنس. يلا نعمل ايه بقى؟ قال لك في ريدمي، بيقول لك الريدمي ده ان الاوبن امبيدد دي بتكريت لك حاجه اسمها النو ديستر، يعني ما فيش ديستريبيوشن معينه، انا ببلد لك كده ايمج من غير اي بيزك ديسترو. اوكي هنتكلم عن ايه كلمه بيزك ديسترو دي كمان شويه. بس في سكريبت هنا شكل ده هو الانيشاليز بيلد ان بي، هو شكل ده الستارت بتاعه. لو بصينا في السكريبت ده هتلاقيه بيروح لسكريبتات تانية هنا، ماشي بيخش على سكريبتين تانيين، حاجه اسمها بيلد انفايرمنت انترنال جوه فولدر اسمه سكريبتس. في عندي حاجه اسمها سكريبتس ماشي دور كده معايا يا مستر على بيلد انفايرمنت انترنال. شكله كده بيلد انفايرمنت انترنال بيبيلد او بيست شويه انفايرمنت فاريبلز. فعلا لو بصينا رحله سريعه مهم جدا ده، ده بيظبط لي البي بي باس مش محتاج انا اعمله يعني. ماشي كويس لطيف حلو. ايه تاني بقى؟ بيست شويه فاريبلز كده كتيره بيعمل لها اكسبورت. اي اكسبورت هنا دي هو بيست الفاريبلز دي. ماشي طيب ايه بقى الراجل التاني ده؟ سيت اب بيلد داير، من الاسم كده تحس ان هو بيست اب لك البيلد فولدر، يعني بيجهز لك البيلد فولدر، مش محتاج بقى اقعد اعمل بقى ايه كونف ولاير والهري اللي احنا كنا بنعمله. تعال نبص كده فين الاوبن امبيدد سيت اب ده، فين يا مستر؟ اهو تعالى كده نبص كده في تشينج مود. تشينج مود ليه يا عم؟ احنا لسه عملنا حاجه في تشينج مود وتمشي تحت شويه كده. ده شكله فعلا بيكريت الكونف واللوكال دوت كونف والبي بي لاير دوت كونف، اهو هو كده بيكريته. يعني لو نزلنا تحت شويه كده اهو، لو سوري هي المفروض في الحته دي هنا بالظبط. ايوه لو نزلنا هنا كده هتلاقي ان هو بيكتب فيهم حاجات، بيكتب فيهم فاليوز، يعني بيقرا من تمبلت. هناخد بالنا من حوار التمبلت ده، بيقرا من التمبلت وبيست التمبلت في الفايلز بتاعتي. بيقرا من التمبلت وبيست التمبلت في الفايل بتاعتي. ماشي وهو بعد كده كان بيست فايل هنا كده اوبن امبيدد روت تقريبا اللي هو المكان اللي انا فيه ده، يعني في فايل اسمه دوت تمبلت كونف. هل في فعلا فايل كده؟ في فايل كده. طب تعال نفتح تمبلت دوت كونف ده، بيقول لك ان التمبلت موجوده في الميتا كونف. تعالى كده نشوف التمبلت ايه اللي موجوده في الميتا كونف. ميتا دي دي اللي تبع اوبن امبيدد. طيب تعالى كده نخش جوه كونف، في هنا اي سامبل او ده في شويه سامبلز اهي، في لوكال دوت كونف دوت سامبل فدي شكلها تمبلت،
في ايه تاني يا ريس؟ في بي بي لاير اهو دوت سامبل. طب ما تيجي تعالى نفتح الحاجات دي كده، تعالى نفتح اللوكال. هذا انا هفتح بس كلام كتير قوي، فانا هفتحها بليس كونف مثلا لوكال. ده في شويه كونفيجريشن، ما بيكريت لي فايل اسمه لوكال دوت كونف هيحطه عندي ماشي، وبعد كده بيكريت ايه تاني؟ بي بي لاير ده بقى مهم، ده انا عارفه، ده مهم ده. ده بيشاور على الميتا لاير، اوكي، عشان لو انا احتجت حاجه في الميتا لاير يبقى اوتوماتيكلي شايفها. هنشوف الكلام ده مع بعض ماشي. يعني انا محتاجه ارن السكريبت ده بالبلد. طب يلا بينا نرن السكريبت ده، بس السكريبت ده بيتسورس، يعني مش بترنه بدوت سلاش، بتسورس عشان هو عايز يست لك انفايرمنت فاربل في السيستم بتاعك، فانت بالتالي بتسورسه عشان يبقى شغال على الباش بتاعك ده ماشي. هو طلع لي يعني اوت مختلف على اي حاجه كده، فيه كلام كتير يعني. اي ثينك ان الكلام الكتير ده واحنا دخلنا جوه. خدت بالك دلوقتي من حاجه؟ ده انا بعد ما عملت له ست، ده عمل لي جامب جوه فولدر اسمه بيلد، يعني هو كاريت فولدر اسمه بيلد ودخلني جواه. اوكي حلو جدا. طبعا انا لو كنت انا لسه ما طلعتش برضه، انا لو كنت كملت مع السكريبت وقعدنا نقراه بقى بالتفاصيل الممله وكده، هتلاقي ان هو في الاخر الكونف دوت نوتس ده هو ده اللي بيطلعه لك ايه لما بتيجي ترن السكريبت. اهو شايف السكريبت ده او اللي طلع لك من السكريبت اهو، فدي الفايل مش عارف، فده الفايل اللي هو طلعه لك ماشي. حلو انا فاهم، مش حافظ، بحاول افهم كل حاجه عشان اعرف لما اغير ما البس. طبعا التمب ده الجيل بي سي ده لسه مت ايه لسه ما اتجنريتش يعني، ده فولدر قديم. بس خليني بس معلش ارجع تاني للبيت بيج، انا قلت لكم بقى هيبقى مهم جدا نظبط البرانشز. خلينا نمشي مع الاستاذ عشان حوار البرانشز ده، عشان احنا عكينا هنا وبعد كده نرجع نشتغل عادي بقى. بين السلايدز نزلت انت الاوبن امبيدد، خدت رحله فيها، هتميك شور بس ان انت مش هتبقى واقف على الماستر، لا هتتشيك اوت على مين؟ على كيرك ستون. فخلينا اميك شور بس ان انا واقف اكشلي الكيرك ستون اهو، فانا دلوقتي واقف على الكيرك ستون. طيب مهم جدا انك تعمل ايه؟ ديسكرايب داش داش تاج عشان تعرف التاج اللي انت واقف عليه. التاجز ده يا جماعه عشان برضو الناس اللي مش فاهمه حوار التاجات دي، التاج هو اللي بيستخدمه الديفرنت بارتنرز. يعني انا مثلا بيت بيك عايز يبقى عندي نفس الكومبيتايه كومباتبل مع الاوبن امبيدد، فانا هستخدم تاج، التاج ده هو التاج اللي عندك. فميك شور من حوار التاجز ده لازم يبقى بيماتش مع بعض. طيب تعالوا نخش جوه البيت بيك. طبعا احنا ضفتنا الدنيا هنا لما احنا رحنا للماستر، فانا هجيت تشيك اوت على يوكتو 4.0.15.0.15 كويس. انا كده ايه رحت على النفس، يعني لو عملنا جيت برانش دلوقتي هتلاقوني يوكتو داش 4.0.14. فانا كده انا والاوبن امبيدد نفس الكومباتبل ايه كوميت اي دي. طيب طبعا الكلام ده مشروح لك برضه هنا في السلايز. الاين البرانشز، ويبقى في اصلا توبيك في اليوكتو قدام مخصوص للبرانشز ده، لان البرانشز كتيره، في برانشز بتسبورت، في برانشز مش بتتسبورت، في برانشز شغاله على حاجه اسمها الكونفيجريشن فيرجن 2 ده اللي هو فيما فوق الكيرب ستون، وفي حاجات شغاله كونفيجريشن فيرجن 1 فيما تحت الدامبل. ف بيختلف طبعا زي كده، مثلا سي بلس بلس 17 وسي بلس بلس 14 نفس الكونسبت، يعني السنتكس هتلاقيها مختلفه شويه. طيب تعالوا نكمل، بس مش مختلفة الواو قوي، لا هو مثلا ما بدل ما بتحط اندر سكور بتحط نقطتين في بعض بس، يعني حاجات زي كده يعني. طيب فعلا لما دخلنا جوه السكريبتات دي وشفنا ان هو بيرن السكريبتين دول، ودخلنا وخدنا رحلة جواها، لقينا بيأساين البي بي باس، وان هو بيروح للتمبلت كونف وبيميك الدايره اهو الفولدر بتاعك. شفنا احنا الميك داير كنت بدور لكم عليه بس ما شفناهاش، اهو بيميك داير اهو. ودي الفايلات اللي كريتها لك تحت الايه؟ تحت البيلد، وطلع لك معلومات انا همشي معاها عمياني. هو طلع لك بيقول لك ايه يا ريس؟
بيقول لك اعمل لي بيت بيك للتارجت ده، وبعد كده عايز تستها هتقول لي ران كيميو للكلمه دي. بص هو ده اللي بيقوله لك في ال... انا بس نسورس تاني بقى. كويس، هو ده اللي بيقوله هنا، بيقول لك بيت بيك تارجت وبعد كده اقول لي ران كيميو كذا. فانا همشي عمياني معاه اقول له اهو بيت بيك، اختار اقل ايمج، طبعا انا عشان ببيلد قبل كده فمش هياخد وقت، انت سعادتك هتبيلد لاول مره ات ويل تيك تايم، يعني مثلا ايه بتتكلم في حوالي ساعتين لو جهازك كويس، لان هو بيعتمد على النت وبيعتمد على سرعه الجهاز. نت عشان بيداونلود من على النت، باي ذا واي مهم جدا السايز، يعني انا هتلاقيني تقريبا داخل هنا في حوالي او اكشلي انا محتاج هو الشيرت موجود فين؟ الشيرت موجود بره خالص، يعني زود على السايز اللي هيطلع لك ده، زود عليه حوالي 6 او 7 جيجا، عشان انا مكريت بولد فولدر اكسترنالي كده خارجي. المهم يعني ان انا هوصلك ان المينيمال ايمج اللي انكريتها بيكتو حوالي 50 جيجا، دي المينيمال ايمج، يعني لسه تاني محاضره 50 جيجا، فتكتير يعني، ها؟ حوالي السايز ده مهم قوي. اوكي طيب. هو سؤال صغير، هي 50 جيجا دي داونلودد ولا ده بالحاجات اللي هيعملها جنريشن كمان؟ للحاجات اللي هيعملها جنريشن، وده المينيمال، مينيمال يعني ايه؟ يعني اللي الله هو حاجة. كده، اللي انا من غير ما اعمل ما بيلد اي حاجه بنفسي. طيب حلو قوي. ممكن اوريكو اي ثينك كانت اوكي، ونسيبها ترن في الباك جراوند كده ونكمل. ماشي ماشي، خلصنا البيلد اللي خد معاك حوالي 2 3 ساعات 4 ساعات 5 ساعات 6 ساعات على حسب ما ياخد، ما تدوسش بقى كنترول سي وتزهق، على حسب ما ياخد. بيقول لك بعد كده ايه؟ رن كيميو. طب تعالى نرن كيميو هنشوف ايه اللي هيحصل، يعني بيهددني يعني هرن كيميو. تبقى بصوا ايه بص، صح الناحيه الثانيه حاجه كده طلعت لي وعماله تلود شكلها كده بوتنج كيرنل ايمجز، الكيرنل بوتنج مسجز. بعد كده بيقول لي لوج ان، اكتب له روت كده ده اشتغل، وبيقول لي هنا اوبن امبيدد نو ديسترو، نو ديسترو يعني انا لو فتحت هنا فايل فيرجن سوري فايل ايشو، ايشو ده دايما يا جماعه بيبقى فيه الفيرجن بتاع الجهاز بتاعك، يعني مثلا فور اكزامبل في حاله اللابتوب بتاعي لو انا عملت كات سلاش اي تي سي ايشو، اي ثينك ان انا شرحتها قبل كده يطلع لك اوبون تريننج، فدي وان اوف ذا ميثودز ان انت تعرف بيها الهوست سوري الديسترو بتاعتك. الهوست نيم كيميو، طيب يعني لطيف. تعالى كده ناخد رحله طيب في الايمج اللي طلعت دي. ده شكل الباينريز بره مش بطال. تعالى كده نشوف عندنا كام باينري. طيب ايه ده قليل قوي، كام باينري مثلا دول؟ 67. يا نهار اسود، تعالى شوف كده عندي على جهازي مثلا كام باينري، 3482 مش بطال، قريبين جدا من بعض. طيب تعال كده نشوف الكونفيجريشن فايلز، يعني تقريبا مفيش حاجه دي كده الكونفيجريشن. تعال بص على جهازي مثلا كونفيجريشن فايلز، الله اكبر حلو. طيب يعني تعال نلقي نظره في مثلا ايه الهوست، الهوست دوت كونف انت، يبقى ده كده شغال انت دوت دي اللي هو سيستم في اللي شرحنا عليه بقى كل حاجه في اللينكس، وبعد كده عملنا سويتش على السيستم دي، وبعد كده الريسولف دوت كونف مش ده اللي هو في اللي هو الدي ان اس والبتاع اللي شرحناه، بس هنا مفيش دي ان اس، يعني انا لو عملت كده بينج مثلا جوجل دوت كوم اذا قال لك مفيش بينج، مفيش مين جوجل ده يا اسطى، مع ان انا لو انا اصلا واخد اي بي، انا واخد اي بي حلو، ده مشغل ايثرنت وبتاع، وفي اف كونفج لطيف، في اف كونفج ده شيء مبشر. طب ما تيجي كده نظبط كده الريسولف دوت كونف ده، مفيش بيم. شيت، لا وحش كده، يعني هنحتاج بيم بعد كده. طيب تعالى كده نجرب نديله بقى ايه نيم سيرفر، ونديله 8.8.8.8 ونخرج ونبنج تاني كده جوجل. ببنج، لا حلو حلو حلو، في اس اتش، لا مفيش اس اس اتش، لا وحش وحش مش حلو ده برضه. طيب في ايه تاني؟ عنده شويه سيس لوج، في حاجه اسمها شيلز، تعالى نفتح كده وبيسبورت كام شيل. الاس اتش بس اخرك يعني في الشرحنه. طيب تعالى كده نبص على البروفايل،
ده اللي هو بشكل البروفايل ده وروت ات وبتاع مش عارف ايه، يظبط لك البروفايل ماشي لطيف. طب ايه اللايبرز مثلا اللي موجوده؟ ايوه بقول لك ايه اللايبرز دول بس كده اللايبرز تقريبا ما فيش، يعني ليب ام مثلا، وليب مثلا ايه تاني اللي نعرفه هنا؟ فين الفي او مثلا تلاقي ليب سي ماشي، فيش ليب ريد يعني حاجات قليله قوي ماشي. ايه تاني برضه في المينيمال ايمج دي بنلقي نظر، بس الاس بن ما شفنا الشيء، ما شفناش في الاس بن في كام باينر. تعالى كده نعد في الاس بن في كام باينر، في 51 كويس. في باينرز برضو لطيفه زي ال اس مود مثلا يقول لك كام موديول، بس ما فيش موديولز اصلا ماشي. في ايه تاني؟ في مثلا الاف ديسك لو انا عايز اظبط ميموري كارد ولا حاجه، اف اب اف داون اقفل الايثرنت افتحه ريبوت ماشي، راستر مثلا، سيستم سي تي ال ماشي عشان اتحكم في السيستم سيرفيس بتاعتي اشوف انا في اني ران ليفل ماشي مش بطال. يعني اعمل سواب، يعني ممكن اكاري سواب فايل لطيف برضو الحوار ده. طب في اتش توب مثلا؟ لا ما فيش اتش توب. طب في توب مثلا؟ في توب لطيف مش بطال ماشي خلينا نقعد. ايه تاني مثلا في المينيمال ايمج دي موجوده؟ لان المينيمال ايمج دي يا جماعه انت هتقابلها في اي حاجه انت هتشتغل عليها، فعشان كده مش بضيع وقت، انا بديك الرحله دي عشان لما مثلا اجي اقول لك اعمل كذا ما تعملش كذا تقول لي لا ما هي اصلا عندي، لا هي اصلا مش عندي كده يعني. طيب البوت مثلا ايه؟ الفايلات بي زي ايمج وبتاع مش عارف ايه ماشي. ايه اللي تحت مثلا الماونت؟ فايل بود. ايه اللي تحت البار؟ شويه الفاريبلز اللي هو بيحتاجها، يعني بيكريت لي يعتبر سيستم كامل. لطيف قوي الكلام ده. طيب خلينا نخرج مبدئيا، بعد كده مش هتلاقوني بفتح البتاع دي عشان شكلي حتى التكست بتاعها مش احسن حاجه، انا بتلاقوني بضيف حاجه اسمها نو جرافيك. نو جرافيك بتفتح لك الحاجه في المنيو بتاعتك كده، فدي بتبقى الطف واشيك وبتبقى معتمده على الباش بتاعك يعني. بس انتوا خدتوا بالكم ان انا دخلت روت ما قاليش دخل لي باسورد؟ غريبه دي، محتاجين نبص عليها، اكيد دي بانك، عايزين نفكس البانك ده يا جماعه. طيب عشان تخرج من الكيميو هنا كنترول ايه، بعد كده تشيل ايدك وتدوس اكس اوكي، يا اما تعمل باور اوف، تكتب كلمه باور اوف. في مجهود والله العظيم، والله في مجهود. طيب تعالوا كده ايه، فين السلايد؟ بتوه من الايد. حلو شفنا وخدنا رحله وبتاع في الايمج اللي طلعت، بس ما خدناش رحله في الحاجه اللي اتعمل لها جنريشن. عايزين نشوف و 73 جيجا ده كده مينيمال ايمج، بس خلي بالك يعني دي بس انا عشان هنا عندي 2 ايمج، انا هنا هتلاقي عندي 2 بيلد فولدر، فانت هيبقى 54 بالظبط الفولدر اللي هو الطبيعي. ماشي خلينا نخش جوه يكتب ريبو، سوري سيكشن 1 ريبو اوبن امبيدد كور. ليه ما يخترعوش حاجة كده وأنا بقول الحاجة تخش؟ يعني مش لسه هقعد بقى أقول سي دي وبتاع. طيب تعالوا كده نشوف الفولدر البولد بتاعنا كده اللي إحنا كريتناه ده، هو كريته لنا قصدي وكريت جواه كونف. في هنا فعلا شوية فاريبلز، شكل السنتكس دي غريبة شوية مش عارف إيه السنتكس دي، بس يعني شكلها نوعا ما يعني في شكل طرق للسنتكس، في كويتشن مارك ايكوال، في دبل كويتشن مارك ايكوال، هتلاقي لو نزلنا تحت شويه ممكن نلاقي ايكوال زي ما كنا بنشوف مثلا بي بي فايل ايكوال، هنا مثلا اهو في ايكوال، فده معناها ان البيت بيك بيفهم الفاريبلز بطريقته هو. اوكي بس اللي انا شايفه ان الكونفيجريشن دي مش شايف فيها تاسكات، هي شويه فاريبلز بس دي اللي كنت بقول لكم عليها كونفيجريشن فيرجن 2. طيب حلو ماشي، وخدت بالي من حاجه هنا ان الماشينز هنا ما فيهاش حاجه كده هاردوير، كلها كيميو، مش حلوه دي في حق الاوبن امبيد، مش حلوه خالص. هنكمل كده ونشوف هنحل المشكله دي ازاي، ده هنتكلم عليه بالتفصيل قوي، هنسأجله بس شويه كده عشان ده يدور شرح يعني. طيب البي بي لايرز، ده هو اللي كاري ده لوحده على فكره، ما جتش جنبه، هو اللي حط الباس بتاع الميتا بتاعته هو في الفاربل ده ماشي، يعني هو كريت لي فولدر كونف، حطيت لي تحتيه لوكال دوت كونف، وحطيت لي تحتيه بيبي لاير دوت كونف. ولو عملنا اس تريس للراجل ده هتلاقيه راح لمين؟ اكشلي اي ثينك ان انا اعملها لكم.
اه ده بس بروف اوف كونسبت ان ده حسب اللي انا بعمله كيف في البيت بيك بياخد قد ايه من الجهاز، يعني 16 كور كلهم مستخدمهم وتلاقي الجهاز بتاعك بطيء جدا جدا جدا، فبتسيبه طبعا وبتقوم يعني. ده سواء ان في الشغل في الحقيقه هتلاقي اغلبيه اللي انت بترنه ده بيرن على سيرفرات، يعني انت بتبلد على سيرفر زي مثلا اي دبليو اس، زي مش عارف امازون اسمها ايه دي ازور، فبترن على سيرفرات ابر ستريم، مش بترن على اللوكال ماشين بتاعك. في بعض طبعا حاجات بترنها على اللوكال ماشين، بس انا بكلمك على المينلي، هتلاقي بترن على سيرفرات تانية عشان بتشتري مثلا عدد كورز كتيره، بتشتري مثلا 36 كور، بتشتري مثلا 40 كور، فبتلاقي ان البيلد بتاعك ممكن ياخد بالكتير نص ساعه، في حين ان انت مثلا دول 1856 تاسك، في حين ان البيلد الحقيقي مثلا ممكن يوصل ل 7000 تاسك. 7000 تاسك على اللوكال هوست ماشين هيزعلك، هيجيب ناس تزعل. طيب فلو انت خدت بالك بس، واحنا يعني في البيت بيك الطبيعي اللي هيران الطبيعي هتلاقيه بيعمل الشكل اللي قصادك ده وبيحاول ايه يخلص التاسكات. فخدنا بالنا ان هو بيبارس الريسبيز، يعني بيروح يل الاول ويشوف الريسبيز دي، اللي انا مش فاهم يعني ايه ريسبي لغايه دلوقتي، يعني احنا كل الريسبي اللي انا عارفها ريسبي بتاعت الاكل اللي هي الوصفه، لكن ايه الريسبيز اللي انت عملته ولا انا من اول ما تدينا دي وقلت لي الفايل دوت بي 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 ده هو ده الريسبي، بس ما تشرحناش يعني ايه الريسبي ده ليه وقته. بس لاحظنا برضو ان في شويه ميتا، ولاحظنا ان في فاريبل اسمه ماشين، ولاحظنا ان هو بيشتغل على ايه على تاسكات، يعني احنا خدنا بالنا من المعلومات دي ومحتاجين ان هي ننفستجيت اكتر بعدين يعني. طيب وعملنا التيست بتاعنا وخدنا رحله في الايه في الليميتد باينري والليميتد اي تي سي، لو خدت بالك هتلاقي ان كل الباينريز بيروحوا سيمبوليك لينك على البيزي بوكس، ولو حد مش مدرك قوي بحته البيزي بوكس فمحتاج يبص على الايه البلاي ليست بتاعت الامبيدد لينكس، اتكلمنا على البيزي بوكس بتفصيل ممل لوحده، ان هو في الاخر ابلكيشن كبير عنده سويتش كيس كده كبيره، وبيشوف الارجمنت اللي جايه له كات يبقى هيخش على الفانكشن بتاعت كات، الارجمنت اللي جايه له تشينج مود يبقى هيخش على الارجمنت بتاعت تشينج مود وهكذا. طيب فخدنا بالنا لو عملنا اس تريس هتلاقي ايه بيتبيك كاريت الدوت لوك راح للبي بي لايرز دوت كونف، ده المهم قوي ده اهم حاجه عشان يعرف مين معاه مين مش معاه، عشان وهو بيبارس يعرف هيبارس ايه. بعد كده لقى ان هو ما عندوش غير لاير واحده اللي اسمها ميتا، فراح لللاير دوت كونف دي عرف ايه الفايلات اللي هيبص عليها، ولقى ان بيت بيت دوت كونف هناك اهو، بص لاير دوت كونف بيت بيت دوت كونف، فبالتالي ما لجاش ان هو يرجع يدور في البيلد فولدر بتاعي على البيت بيت دوت كونف. فده معناها ان في اولويه دلوقتي البيت بيت دوت كونف لو حطيناها في اللايرز هيروح ايه يجتها من اللايرز. جميل جدا. بعد كده لقيته جالي هنا في اللوكال دوت كونف، ده جديد ده، ما ده في الماشين فاريبلز وفي الحاجات اللوكال كونفيجريشنز بتاعتي. جميل. بعد كده راح فين؟ راح للبيز دوت بي بي كلاس، البيز دوت بي بي كلاس اللي هو موجود في الميتا لاير برضه، عشان يعرف الريسبي اللي انا اديتها له دي، يا دي كلمه ريسبي، الفايل اللي انا اديته له ده ايه المينيمال تاسكس اللي هينفذها موجود في البيز دوت بي بي كلاس. باشمهندس نعم انت ما شورتناش، انت عملت لنا رحله ما وريتناش البيز بي بي كلاس ده، تعالى كده نبص على البيز بي دوت بي بي كلاس، احنا على فكره هوريك اهو هتاخد فيه رحله دلوقتي كميه الرحلات اللي انت خدتها دي وتتحاسب عليها. فهتلاقي هنا بيعرف شويه فانكشنز على باش على بايثون، الدنيا خلطبيطه زي الفل. وبعد كده هتلاقي بقى كلمه اد تاسك، اد تاسك كده بص موجوده كام مره؟ 10 مرات، بيضيف 10 بيز تاسكس، تاسك منهم اسمها فيتش، تاسك اسمها ان باك بتحصل بعد الفيتش، تاسك اسمها ديبلوي، ديبلوي تانيه، بعد كده كونفيجر، بعد كده كومبايل، بعد كده انستول، بعد كده بيلد، بعد كده كلين وكلين اول. حلو قوي الكلام ده، منك نستفاد. يبقى لقينا ان البيز عكس اللي احنا عملناه خالص، احنا كنا عاملين لاين واحد ده 785، فاكيد هو عامل حاجه احلى يعني. طيب ما تيجي ناخد بريك بعد كده نشرح بقى السيكونس. طب احنا هندسه، قبل ما ناخد بريك بس، هو اخر اسكت حاجه البي بي كلاس، البي بي كلاس اساسا دي فيها كل التاسكات اللي هيعملها. طب ما هو اوريدي البيز تاسكس،
البيست تاسك تمام. طب ما هي اللي اخر حاجه المينيمال ايمج اللي احنا هنطلعها، ما دي جواها مش دي جواها كمان تاسكات؟ يعني ايه الفرق بين التاسكات اللي جوه لا المينيمال لا، ايمج؟ مش جواها تاسكات، جواها باكجات. المينيمال ايمج جواها باكجات، انت بتسطب باكجات معينه، كل باكج من دي بياخدها بتبقى هي عباره عن ريسك. جايه جايه جايه، انا لسه ده اللي هيتشاف، اللي هي الاد تاسك تمام بتشتغل ازاي، او الكور مينيمال ايمج دي شغاله ازاي. تمام طيب اسئله؟ اوكي عايز، بس انا عندي سؤال في حته السايز دي. انا ما عنديش، بس اتفضل. يعني في الاوبنت عندي مفيش سايز خالص، بس انا معايا اكسترنال هارد، هل ينفع؟ ينفع ينفع، اوريك اوريك ازاي. خلاص تمام. اوكي هناخد بريك ربعاية ونرجع نكمل ان شاء الله. طيب انا دلوقتي عايز اشوف بقى البيدباك اشتغل ازاي، احنا شفنا هو اشتغل ازاي، بس عايز اشوف هو عرف منين بقى الكور ايمج مينيمال دي وقدر يكريت الايمج الكامله دي. طيب تعالوا ندور الاول على كور ايمج مينيمال دي. ليتس سي ان انا ممكن نرجع كده خطوه وهبتدي ادور ايه بفايند. انا عارف ان هو كده كده بيدور في اللايرز، يعني هو بيخش في البي بي لايرز دوت كوم ومفيش غير لاير واحده، فانا هفايند هنا على الريسيبي اللي اسمها ايه كور ايمج مينيمال. اي حاجه هتبصيها للبيت بيك، يعني بيت بيك سبيس كذا، فكذا دي هي ريسيبي، بتبقى اخرها بقى ايه دوت بي 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 او داش اندرسكور فيرجن دوت بي بي بي، المهم ان هي في اخرها دوت بي بي بي. فانا بدور على الرقم الحاجه دي وفي اخرها دوت بي بي بي، طلع لي يعني كذا واحده، في حاجه اسمها داش ديب مش دي اللي انا عايزها، في حاجه داش ام تي دي يوتيلز، في حاجه اسمها ان ترام اف اس، دي اللي انا عايزها. ماشي طيب الراجل ده، تعالوا نروح للاول عشان نبقى واقفين في نفس اللوكيشن. يا جميل نرجع ورا خطوه خلاص. طيب الفكره دلوقتي بقى في حاجه غريبه شويه، انا دلوقتي جوه ميتا في فولدر ثم فولدر ثم الريسبي، فازاي بقى البيت بيك عرف مكان الريسبي دي بالذات؟ يعني الريسبي دي عرفها ان هي ميتا جوه فولدر، بعدها فولدر، بعد كده اسم الريسبي. انا مش عايز افكوك بقى، احنا كنا لسه شايفينها من شويه، اكيد من الكونفيجريشنز بتاعت الميتا لايرز نفسها. طيب تعالوا نرجع كده للكونفيجريشن بتاعت اللاير دوت كوم. بص بقى بيقول له ايه؟ بيقول لك البي بي فايلز اللاير داير اللي هو مكان اللاير اللي هو ميتا ده، بعد كده خش جوه ريسيبس داش اي حاجه. فاذا انا لو عملت ال اس كده، وهو ده اللي خلى كل اللي موجودين هنا ريسيبس داش كذا، ريسيبس داش كذا، ريسيبس داش كذا، ريسيبس داش كذا، عشان يماتشوا الباترن ده. ماشي بيقول لك يبقى انا هخش جوه ريسيبس اي حاجه، ثم بعد كده في فولدر، ثم بعد كده ايه الريسبي. يعني ده معناها ان انا هخش جوه ريسيبس كور فعلا اهو. انا اوريدي جواه. ماشي ريسيبس كور، بعد كده اي حاجه، بعد كده لازم هنا هلاقي ريسيبس. فلو عملت ال اس فعلا في هنا ايه، في هنا مجموعه ريسيبس، يبقى انا بماتش مع الباترن ده. ذاتس واي ان البيت بيك لما انت جيت تقول له كور ايمج مينيمال قدر يوصل لك. تمام يا شباب؟ طب دي اول معلومه. طب ما تيجي تمسك كده بقى ايه الريسيبي دي ذات نفسها مع اعتبار ان انا مش بشرح يعني ايه ريسيبي، كل ده على فكره انا مش بشرح يعني ايه ريسيبي، في محاضره كامله اسمها ريسيبي بنتكلم على الريسيبيز وازاي تدخل السي بلس بلس في الريسيبي والسي في الريسيبي والبايثون في الريسيبي والراست في الريسيبي والباش في الريسيبي. بص يعني هتتعب من كلمه ريسيبي دي في المحاضره دي، هتعمل كل حاجه فيها. اوكي فاجنور ان انا مش بفوكس على شرح السنتكس، يعني ايه كلمه سامري، يعني ايه كلمه لايسنس، انا بفوكس على حاجات معينه دلوقتي اللي هو النو هاو بتاع البيت بيج. طيب تعالى نروح تاني للكور ايمج مانيمال دي، هتلاقي هنا في حاجه اسمها ايمج انستول.
من اسمها كده شكله ايه مهم، شكله كده ده اللي بيبقى مسؤول ان هو يسطب الحاجه دي. طب انا عايز اجيب الفاربل ده وادور عليه، ففعلا رحت للفاربل جلوسري ورحت للايمج ان ستون، لقيته بيقول لك ايه بقى، يوزد باي ريسيتس، تستخدم من خلال الريسيتس، لان في حاجات يوزد باي الكونفيجريشنز، انت ممكن تستخدم ايمج اندر سكور ان ستون دي في الكونفيجريشن عادي، في الدوت كونف عادي، اوكي، بس ده مش البيست براكتس، وهنشوف سيناريو بعدين ان ده ليه مش البيست براكتس. طيب فبيقول لك يوز ذا باي ريسبيز تو سبيسيفاي ذا باكج تو انستول انتو ايه؟ انتو ايمج. فدي معناها باكج محتاجه تنزل على الايمج، دي معناها ان دي باكج محتاجه تنزل على الايمج. اوكي قوي، حلو جدا الكلام ده. هو في حاجه هنا اسمها دوت دوتتين ابند كده، شكل الحوار فيه كده حوارات كتيره في حوار الايكواليزيشن، انك تقصين حاجه في الفاربل، شفنا من شويه بلس ايكوال، شفنا علامه استفهام ايكوال، دبل كويتشن مارك ايكوال، نقطتين ابند ايكوال، يعني هنبص على الحاجات دي مع بعض. ماشي. طب في حاجه ويرد دلوقتي اللي قصادي واللي انا شايفها كلمه باكج كور بوت، مين بقى باكج كور بوت دي؟ عايزين ندور ايه الباكج كور بوت؟ طيب بس هو في الاخر دي بالنسبه لك باكج، يعني ايه بالنسبه لي باكج؟ يعني بالنسبه لك ريسيبي، انا بعتبر كده، انا بفكر بطريقتك، انا شايفها ان دي المفروض تبقى ريسيبي موجوده. طيب تعال ندور، فايند ميتا داش اي نيم باكج جروب دي، باكج كور بول دي دوت بي بي بي. اه فعلا شكلها ريسك. ماشي، على فكره الباكج جروب ده برضو قصه وسيناريو هيتشرح بعدين، حاجه اسمها الباكج جروب بتلخص، بتجيب مجموعه ريسيبيز وتحطها في ايه؟ في باكج، في ريسيبي واحد. كويس؟ يعني السم اب بالبلدي، ده السم اب او التلخيص بتاعت الايمج. دي مجموعه ريسيبيز كلها بتتحط في مكان واحد. طيب تعال نكمل، دي اللي هو الباكج جروب، في شويه فاريبلز فوق، بينهيرت كلاس، او كلمه انهيرت دي انا مش عارف ايه انهيرت دي، بس شكلها جايه من كونسبت السي بلس بلس، هو بينهيرت حاجه اسمها باكج جروب. فيعني انا لو حبيت بقى ايه ابقى فلحوص شويه، وابتدي ممكن والله في الكلاسز هنا دي الاقي حاجه ريليتد للباكج جروب. اه فعلا، يبقى ده معناها كانه بي انكلود الفايل ده كله هنا اهو. ماشي، لطيفة دي، حركة حلوة برضو من البيت بيك، بيقدر ايه؟ يوفر ريدندنت، بدل ما يبقى عندي كذا باكج جروب وكل باكج جروب يبقى فيها نفس الكود هنا هو، لا وفر لي، لطيفة مش مشكلة. ماشي، اكمل قراية. شفت انا دي قبل كده في البايثون، شفت انا البتاعة دي قبل كده وانا بشوف الفانكشنز اللي في البايثون، بس انا برضو هسيبها دلوقتي مش مهم، بس فكك منها. تعالى ار ديبندنس دي شكلها كده فيها كلام كتير، فيها حاجه اسمها بيز فايلز وبيز باسورد، يعني حاجات الاساسيه، وسيستم في وكيبورد والاي اف اي واللوجن مانجر والانيت مانجر وابديت الترناتيفز. لا ده شكل الار ديبندنس دي بتعمل عمايل، ما تيجي نبص كده عليه. بيجي يقول لك ايه بقى يا ريس؟ الار ديبندنس دي بتليست فيها ران تايم ديبندنس اوف باكجز. باي ذا واي، عشان بس معلومه سريعه، الفاربلز اللي هي المهمه قوي دي زي ايمج انستول وار ديبندنس هتتكرر معانا كتير واحنا بنكتب ايه؟ بنكتب الريسبس في المحاضره في الثالثه، سوري في المحاضره الثانيه هتلاقيها بتتكرر كتير. المهم ار ديبندنس دي بيقول لك ايه؟ بليست ران تايم ديبندنس اوف ذا باكج. This dependence are other packages that must be installed in order of the package. يعني ايه الكلام ده؟ بالبلدي انت كاتب كود سي، تعالى لسه سي، انت كاتب كود سي بحت، كود السي بتاعك ده بتستخدم اس تي دي سيستم مثلا، وبتقول في الاس تي دي سيستم نفذ لي اوبن اس اس ال مثلا سبيس كذا كذا كذا، او نفذ لي دوكر سبيس كذا كذا كذا. بتستخدم ابلكيشن تاني، الابلكيشن ده مش موجود في الايمج، طب انت عايز الابليكيشن ده يبقى موجود معاك في الايمج، فهتحط اسم الابليكيشن ده في الار ديبندنس. باشمهندس نعم مش فاهم، باختصار بسيط ار ديبندنس في الوقت الحالي تقدر تعتبرها زي ايمج انستول، بس الفرق ان هي بتسطب الحاجه في الران تايم، يعني بتشوف الحاجه دي انت محتاجها في الران تايم، اه خلاص هاتها معايا.
كويس. هنشوف طبعا في حاجه اسمها تانيه ديبندنس بس، وهنشوف الفرق ما بينهم، واحده كومبايل تايم وواحده ايه ران تايم. طيب المهم يعني ماله الكاس، انت كده كده قلت لي هتتعاد تاني فمش هركز انا دلوقتي فيها. انت عايز توصل لايه؟ عايز اوصل ان الار ديبندنس دي في الاخر بتضيف لك دول كل الحاجات دي معاك في الايمج، يعني الباكج جروب هي دي الباكج جروب، عباره عن بيس فايلز بيس باسورد مش عارف كذا 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 كذا. طيب ماشي جميل ماله كذا. تعالوا نمسك واحده منهم مثلا ونروح نبص عليها. مسكنا مثلا النيت بيز بس، دخلنا جواها لقينا في فايلات، او مثلا برضو ده النيت بيز يعني. لقينا مثلا هنا في النيت بيز في حاجه اسمها السورس يو ار اي، وده فرق مهم جدا جدا هيتشرح بالتفصيل في سلايد لوحده. وبرضو بينهرت هنا حاجه اسمها اول ارك، فده ده هتلاقيه في البيبي كلاس اكيد. بس اللي انا شايفه وده اللي انا عايز اوصل له ان في الدو انستول في فايل اسمه ار بي سي، في فايل اسمه بروتوكولز، في فايل اسمه سيرفيسز، في فايل اسمه ايثر تايبس. يعني كده في الاي تي سي مثلا، شايف الاي تي سي ده هتلاقي في فايل هنا اسمه ايثر تايبس، اهو ايثر تايبس اهي كويس. في برضه في فايل شفناه من شويه كان سيرفيسز، مش هنطلع فين اهو سيرفيسز اهو الار بي سي اهو. اذا فعلا الحاجات اللي بيعملها دو انستول دي، ويعني ايه اصلا دو انستول، وايه الانستول، وايه الداش ام، وايه كذا، السنتكس ان ذا سيشن ريليتد تو ذا ريسبي. ركز دلوقتي على النو هاو. دلوقتي انا شايف بعينيا ان سام هاو الحاجات اللي هو في التاسك دي هتتنقل عندي في الايمج. حلو جميل. بص حتى في البيس فايل انا شايف ايه؟ شايف هوست دوت كونف، بروفايل، شيلز، اف اس ال. الفايل ده على فكره مهم جدا يا جماعه، كنا اتكلمنا فيه على فكره مره سريعه. انا عايز اخش على عايز افتح رام كاميرا، انا افتح رام كاميرا هنا. كنا اتكلمنا عليه مره في اللينكس ادمنستريشن. الفايل ده بيبقى موجود فيه الماونتنج بوينتس بتاعتك او الانتري بوينت، هي هتبقى ريد اونلي ولا ريد رايت، تقدر تتعامل معاها. فمثلا في بعض السيستمز الماركت بليس بقى وانت شغال هتلاقي مكان كلمه اوتو دي هتلاقي حرف ار او ريد اونلي، فده معناه ان انت ما تقدرش تكاري فولدرز او تفتح سوري تكاري دايركتوريز. فتيجي تقول لي طب ما خلاص هتشينج مود، لا ده هو الانتري بوينت كلها على بعضها متماونته على انها ريد اونلي بس، ما تقدرش، ما فيش بقى فكره تشينج مود. طيب فمن ضمنها يعني هنا الايه الاف ستاب الايشو اللي شفناها دلوقتي من شويه. فحلو جميل، فده معناها ان الباكج جروب دي فيها البوتينج فايلز او الفايلز الفايلات اللي السيستم محتاجها عشان يقدر يقوم. حلو جدا، جميل جدا 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 المعلومات دي. طيب بس انا شفت بعدها كده في حاجه اسمها كور ايمج انستول، وشكلها باش يعني دولار ساين كل براكت يمين وشمال، فده باش فده فاريبل. طب انا عايز اعرف قيمه الفاريبل دي اعرفها ازاي؟ هغششك انا الحته دي مش عارف اجيبها لك غير بالغش. هنستخدم بيت بيك داش اي، طبعا تعرفها انت بالداش داش هيل، بس يعني فين وفين بقى لو احنا في البيزنس بجد هنعرف نوصل لمعلومه دي. فانت لو عملت بيت بيك داش داش هيل، احنا هنا بيت بيك داش داش هيل، طلعت على داش اي هتلاقي حاجه اسمها انفايرمنت. اي داش اي دي بتقدر تجيب لك كل الانفايرمنت فاريبلز اللي موجود. فانا دلوقتي شايف ان الراجل ده فاريب وعايز اجيب قيمته، فاقول له بيت بيك داش اي اسم الريسبي كور ايمج مينيمال. لو انا ما كتبتش اسم الريسبي بيت بيك داش اي بس كده بتجيب لي انفايرمنت فاريبلز اللي في كل الكونفيجريشنز اللي موجوده في اليوكتو، لكن لما بحدد ريسبي بعينها فبيجيب لي الايه الفاريبلز اللي موجوده في الريسبي دي، وعاده بتبقى اسرع في الايه في الاكسكيوشن. طيب فانا هجيب ايه؟ هقول له عايزها هتستارت بكور ايمج انستول وبعدها كلمه ايكو، لان هو البيت بيك داش اي بيجيب لك كي وفاليو، كي ايكوال فاليو، كي ايكوال فاليو زي ما انت شايف. فانا لو ما عملتش كده مثلا هيجيبها لي يعني، احنا عايزين بقى خلي عندك ده هيجيبها لك مثلا في سيتويشنز مختلفه. فانا عايز لا انا عايز القيمه بتاعتها، فعاده دي
اسطمبه كده. سمبل علامه الاستريك، سوري، علامه الاس الباور، بعد كده ايه اسم الفار، بعد كده ايكوال عشان اعرف الفاليو كده. فلقيت الفاليو والله ايه مش بحاجه. ماشي، راجل لطيف يعني، حاطط لي فاريبل فاضي. هو مش حاطط لك فاريبل فاضي كده وخلاص، هو بيقول لك لو انت عايز تستخدم الفاريبل ده بعد كده، ها، وتحط فيه باكج انت عايز تسطبه. هنشوف طبعا الكلام ده مع بعض، which is ده برضه مش البيست براكتس، هنتكلم عن البيست براكتس بعدين. انا بس بنحاول نفهم النو هاو. سيبك من الكلام ده، بي انهيرت كور ايمج، لا دي حلوه يعني، اي ثينك ان هي شدتك برضه. كور ايمج يعني هل بقى بيسطب حاجه معينه فيها؟ تعال نبص كده في الكور ايمج دي عشان ما نفتحهاش تاني. شوف عظمه هنا كده، كور ايمج. ايش تعال نفتح كور ايمج، بيجي يقول لك ايه بقى؟ افيلبل ايمج فيتشرز، مديك شويه فيتشرز كده كتير. ايوه مش فاهم ايه افيلبل ايمج فيتشرز، بس دي كده والله شكلها فيرب. يعني احنا لو دورنا بده على الفيرب الجلوسري، على فكره الفيرب يا جماعه كلها بتبقى كابيتال كيس، فلو دورنا هنلاقي ان الايمج فيتشرز دي فيرب، وان الايمج فيتشر دي عباره عن ايه بقى؟ قال لك دلوقتي في ساعات فيتشرز بتبقى تحتها باينرز كتيره، زي مثلا الديفلوبمنت فيتشر، الاوبن اس اس، الاوبن الاس اس اتش فيتشر بيبقى تحتها اس اس اتش كلاينت، اس اس اتش سيرفر، وكونفيجريشنز فايلز، وتحتها سيرتيفيكتس، وتحتها نتورك كونفيجريشنز. زي برضه حاجه اسمها ديباج تويكس، دي مثلا بتقلها بتبقى بتدي بوليسز على السيستم ان هو تقدر تاكسس بروت ومفيش باسورد. زي مثلا الديف فيتشر، او اسمها ديباج ديف، اللي بتقدم لك الجي دي بي والجي سي سي، اهي الديف باكج دي كويس، والديباج باكج اللي بتوفر لك الديباج الجي دي بي والجي سي سي والحاجات دي كلها على السيستم ذات نفسه. فقال لك طب ما ايه رايك، ها، نجمع الباكجز دي في فاليو معينه كده، وايه لما راجل يقول لي ايمج اندر سكور فيتشرز ايكوال كذا، انا بقى بنفسي هسطب له كل الايه، كل الريسبيز اللي انا عايزها او الريليتد بالباكج دي. يعني تقدر تسميها كده البالونه اللي جواها مجموعه ريسبيز زي باكج جروب كده، بس دي اسمها ايمج فيتشر، بتسبيسيفاي فيتشر معينه. فمثلا لو انا جيت عملت كده في الهنا ورحت قلت له ايمج فيتشرز، شايفين الاوتو كومبليت ده؟ اوريه لكم ان شاء الله في المحاضره الجايه. ايمج فيتشر، وضفت مثلا سي، انا طبعا بغش الايمج فيتشر من هنا من البيز ده عشان ده كده كده انا بانهيرت، فذاتس واي ان انا بكتب الكلام ده بعد الانهيرت مش قبل. طيب فليتس سي ان انا ايه خدت دي كده الدروب بير ده وحطيتها عندي هنا كده، هتلاقي ان بقى خلاص في السيستم دلوقتي، بس انا عندي حركه كده، بقى في السيستم بتاعي دلوقتي الاس اس اتش شغال تمام. فدي فكره الايمج فيتشرز. طيب حلو جدا، فكر احنا ممكن برضو، انا مع اني هحتاج انا الحوار دي، انا مش عارف هياخد بقى وقت قد ايه، بس ده على الجهاز السريع المفروض ما ياخدش وقت كبير. لو انتوا شايفين اهو، شايفين الدروب بير بيعمل له كونفيجر، بعد كده لسه بيكونفيجر. بصوا مثلا الدروب بير ده بيحتاج شويه حاجات تانيه، اهو بيسطب الحاجات التانيه دي. هي دي بقى فكره الفيتشر، ان هي معاها مجموعه تاسكس. ماشي هنسيبه يخلص بقى عشان ما نشغلش دماغنا بيه، انا شاغل دماغي بيه مش عارف. ماشي اني anyway. فانت دلوقتي عندك ايه مجموعه باكجز، لو انت مثلا بتسطب حاجه زي الواي لاند مثلا، او سوري الجي او اي، فبتستخدم الفيتشر دي، او الاكس 11 ده برضه اتكلمنا في الاكس 11 ده قبل كده في اللينكس لما اتكلمنا الجي اي اصلا بيشتغل ازاي. لو انت شغال مثلا عايز الاوتو تولز والكومبايلرز والكلام ده والكونفيجريشنز، لو انت عندك نتورك فايل سيستم، لو انت عندك باكج مانجمنت، باكج مانجمنت ده زي الاي بي تي جيت، بس هو احنا عندنا اسمه او بي باكج. سبلاش دي بتعمل اسمه ايه جي اي سكرين في الاول، زي راسبيا مثلا لما بتطلع لك كده الايه التوتا اللي هي الراسبري باي كويس. الراسبري باي يعني ايه؟ راسبري يعني ايه التوت صح؟ توت ولا توت تمام. طيب لو انت عايز تخلي السيستم بتاعك ريد اونلي فايل سيستم، ما ينفعش حد يقرا يميك داير او يتاتش. طيب خلينا نشوف الراجل ده خلص. خلص اهو، تعالى نفتح الديمو.
اهو شايفين، بصوا شايف دي اهو يستارت ايه الدروب بير اس اس اتش، فكده انا اقدر اطلع عليها بالاس اس اتش من بره اهو، في الاس اس اتش كلاينت كمان هنا موجود اهو، وانا اطلع اقدر اطلع عليها بالاس اس اتش من بره. الاي بي بتاعها كام اهو؟ ده 7 كذا. ناخد بالنا بس ان الاي بي ده الكيميو بيجنريته بتبقى فيرتشوال اي بي كده، او مش فيرتشوال اي بي، بيبقى في لان ثانيه، مش بس الاي بي ده اللي بيكريت لك اي بي كده، او يعني لان كده ده فيرتشوال ليه هو، عشان يقدر ايه تطلع زي الدوكر كده بيكريت انترفيس كامل خاص ليه كده عشان يقدر يخش عليه، بيعمل من الاخر بريدج اصلا مع الانترفيس الحقيقي يعني. المهم تعالوا كده نجرب ايه اس اس اتش روت ات الاي بي ده اهو، يس اهو انا دلوقتي دخلت على البورد. ده الموضوع سهل اهو، طلعت الاس اس اتش في ثانيه عشان فاهم مش حافظ، بس هي دي الفكره. طيب حلو ماشي، الكلام ده جميل، ورأينا الراجل ده بينهرت تحت ايمج يعني جوه الكلاس ذات نفسه بينهرت صغير اهو. طيب تعال نروح للايمج ده دوت بيبي كلاس، ندور عليه مانيوال بقى عشان هو مش هتلاقيه تحت اهو، بس هتلاقي هنا لا 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 انا هستوب لغايه كده، ما انا مش هقعد بقى افضل اتراك، بس اللي انا شايفه برضو ان ده كمان بينهرت، وبينهرت ايه بقى؟ خد بالك بينهرت فاريبل، والفاريبل ده بيتبلاس ايكوال، يعني ده كلاس هيروح لي هينهرته، وده كلاس هينهرته، وده كلاسز هينهرتها، ودي كلاسز هينهرتها، ودي كلاس وهكذا، فده في مجموعه انهرتنس محترمه بتحصل، يعني الموضوع مش صغير. ده عشان يكري الايمج في كود محترم مكتوب. خلاص خلينا نقف لغايه كده، لو قعدت اعمل تراك عمري ما هخلص في الحوار ده بالذات، لان الموضوع شكله كبير. طيب خلاصه التراكنج ده ان انا حسيت ان انا ايه دلوقتي مش فولي كنترول، خلاص يبقى انا كده اي حاجه هبقى محتاجها هتوه، غير فكره البروجكت ده مش هينفع يا جماعه. ليه مش هينفع يا عم؟ ده تري عظيمه تحت. طب على الاقل في الكيرنل كان في دوكيومنتيشن، كان في ديفايس تري بايندنج، كان في منيو كونفج، في شويه تولز بتساعدني ان انا اوصل للمعلومه. اه هنا بقى يجي عظمه اوبن امبيدد، التولز اللي هو طلعها لك. التولز دي عظيمه جدا ونستخدمها كتير جدا عشان نجيب اي معلومه احنا محتاجينها. مش التولز دي بس، لا ده بيت بيك ذات نفسها عندها تولز عظيمه جدا جدا زي بيت بيك لايرز، دي من التولز الضخمه اللي هتعمل لنا حاجات كتيره قوي انت محتاجها، زي ان هي تكريت لك لاير، تفايند على ريسبي معينه، تشوف لك حاجه اسمها البيبي ابندز موجوده فين. هنشوف طبعا ايه كل التولز دي. اذا استخدامك للتولز يعني مدى البروفيشناليزم بتاعتك في التعامل باليوم عشان توصل للمعلومه اللي انت عايزها. طيب تعبت ولا ايه؟ اصحوا كده معايا. جه بعد كده حازم قال لك بص يا ريس انا شفت حاجه غريبه كده اسمها بوكي، لقيتها بتستخدم الاوبن امبيدد وبتستخدم البيت بيك وعملت حركه صايعه. ايه هي الحركه الصايعه دي؟ احنا كنا معتمدين بقى ان احنا نعمل الحركه الصايعه دي. ايه هي بقى الحركه الصايعه اللي هم عملوها؟ قال لك ضافوا لك، غير ان هم ضافوا لك شويه بقى ديستروز وكونفيجريشن وريسبس ثانيه وحاجات يعني تحسها مينيمم انت محتاجها، ضافوا حاجتين مهمين قوي. الحاجه الاولانيه ضافوا حاجه اسمها الديسترو. يعني ايه الديسترو؟ يعني الايمج الكور ايمج مينيمال بيزد على الديسترو كذا، بيزد على كذا دي معناها ان هي في بوليسي اهو، احنا ماشيين كده على رول على ستاندرد، بيزد على ديبيان، بيزد يعني اوبونتو ده بيزد على ديبيان، كالي بيزد على ديبيان، اوكي؟ ففي ستاندرد او في صلصال احنا بيزد عليه. فاليوكتو سوري البوكي، في شوك دلوقتي احنا اليوكتو، البوكي قال لك ايه؟ قال لك انا هوفر لك ديسترو. ديسترو يعني البوليسي او الكونفيجريشنز اللي انت محتاجها عشان تقول دي المينيمم. وهوفر لك حاجه تانيه مهمه جدا جدا جدا، يوكتو بورد سبورت باكج، هوفر لك هاردوير الايمج بتاعتك تنزل تشتغل على هاردوير. زي ايه مثلا؟ زي ان هي مثلا تشتغل على البيجل بورد. طيب هوفر لك حاجه تالته مهمه قوي 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 قوي، حاجه من غيرها ما كانش اليوكتو ده هيشتغل. ايه هي؟ دوكيومنتيشن، الكوميونتي. هوفر لك كوميونتي رهيبه، لان انا دلوقتي بقى عندي دوكيومنتيشن محترمه
اي حد هيستك او اي حد محتاج حاجه هتلجا له ليه، هترجع له عليه. اوكي، خليني بس اوديك اكزامبل بسيط عشان اقول لكم قد ايه هي عظيمه الدوكيومنتيشن دي. ما بتبقاش ثانيه واحده بس، هو انتوا كنتوا على ايه؟ انتوا معايا على الزوم ولا معايا؟ انتوا الزوم العادي ماشي، خلونا نفتحها. يوكتو بروجكت دوكيومنتيشن، نبقى نشوفها. طبعا لسه احنا ما بنعتبرش دلوقتي ان في حاجه اسمها يوكتو، اسمها بوك. طيب بص بقى الجمال، في حاجه اسمها كويك بيلد. ده انت لو عايز تستارت لاول مره هتمشي مع الكويك بيلد دي وهتشتغلها. في حاجه اسمها الديفلوبمنت ريفرنس مانوال او الديفلوبمنت تاسكس مانوال، دي الكومن تاسكس. في والله انا عايز اكريت ماي لاير، انا عايز مثلا اتشيك على حاجه معينه، ابريوريتايز اللاير، امانج اللاير، اكستمايز الايمج عن طريق اللوكال دوت كونف او عن طريق ايمج فيتشر او عن طريق اكسترا ايمج فيتشر او عن طريق الايمج هوست نيم. بص كل حاجه كومن تاسكس محطوطه، كل دي بس في الديفلوبمنت تاسكس مانوال. فما بالك بقى حاجات الكيرنل، حاجات الاس دي كي اهي، حاجات الكيرنل اهي. فوفر لك دوكيومنتيشن الفاربل جلوسري موجود سماوي في حته دماغي. فالبيت بيك دوكيومنتيشن اللي احنا كنا شفناها لوحدها، قال لك خدها معايا يا ريس مفيش مشكله تبعنا. فدلوقتي بوكي دي فيها كل حاجه. طب يا جماعه خلاص بقى فكك بقى من ايه، من اوبن امبيدد دي، لان احنا لو خدنا بالنا ان بوكي دي شامله البيت بيك وشامله ميتا، دي اهي ادي ميتا، اهي ميتا سكيلتون، ادي ميتا سكيلتون، ميتا سيلف تيست، ادي ميتا سيلف تيست، كونترب، ادي كونترب، الفايلات دي موجوده هنا. اذا بوكي هي البيرنت اللي بتنهرت البيت بيك والايه والاوبن امبيدد. خلاص يبقى احنا هنجيب كلون يا جماعه البوكي، خلي بالكم كله على عينك اهو، دي البوكي وليها شويه ايه برانشز لطيفه اهي من ضمنهم كيرك ستون، هنستخدمه هنجيت كلون. عملنا له جيت كلون، عملنا له جيت كلون، بس انا هعمله جيت كلون بقى ايه في مكانه ده. احنا عملنا جبنا الراجل ده حلو، وقلنا ايه السورس الانفايرمنت فاريبل لطيف، كريت لي فولدر اسمه بيلد. تعال بقى نبص على اول اختلاف، بس اول اختلاف هيقابلنا ثانية بس عشان معلش انا عندي كذا بيلد، فزي ما قلت لكم فانا مش شغال على البيلد ده. دي حاجة تانية انا نسيت اشرحها، وانت بتسورس الانفايرمنت ممكن تدي له بيلد تاني، عشان لو في نفس الريبو في اكتر من بيلد فولدر او اكتر من ايمج، مش اكتر من ايمج، اكتر من تارجت. يعني انت مثلا عندك راسبي باي وبيجل بون، فانت ممكن تدي له بيلد اندر سكور راسبري مثلا وبيلد اندر سكور كيميو، بيلد اندر سكور بيجل بول. فكريت لك البيلد ده ما يسموش بيلد بقى، سميه بالاسم اللي انت تديه له. فانا عندي هنا في فولدر اسمه بيلد كيميو كويس، فدخلني جوه بيلد كيميو، عمل كل اللي هو نفسه بيعمله كل مره، بس المره دي كريت لي بيلد اندر سكور كيميو عشان البيلد اللي بره ده مش فاكر بتاع ايه، والنبي ولا فاكر ده بتاع ايه. انا نسيت فجاه واحده كده. فتعالوا نخش بس كده نفتح هنا نشوف بس الكونفيجريشن وهي تفكرني ده بتاع ايه، ده بتاع كريم. لو انا خدت بالك هنا كده في حاجه هنا اسمها ايه؟ بيجل بون، وفي ايدج راوتر. فده معناها ان في شويه بوردات اتضافت، في شويه بوردات اتضافت. جميل قوي الكلام ده. طيب انا عايز برضه اخد رحله يا دي ام الرحله، في حاجه اسمها الميتا يوكتو بورد سبورت باكج، لان كل مش عايز الخبطك بس في حاجات تبعي انا، يعني ميتا ماي لاير دي بتاعتي انا، ميتا اوبن امبيدد دي مش دي ميتا لاير تاني. بصوا ده البوكي، اللي اي حاجه تانية هخشها دي انا منزلها من بره، دي البوكي يعني ما فيهاش غير ميتا بوكي، ميتا سيلف تيست، ميتا سكيلتون، ميتا يوكتو. تمام. طيب انا عايز دلوقتي اخش جوه ميتا بوكي وميتا يكتب بورد سبورت باكج، غالبا البيج البون على الثاني، انا هخش على الثاني ماشي مش مشكله. طيب خلينا بس نشوف الايه الميتا اللي انا قلت عليها دي، ادي ميتا بوكي، في كلاس حاجه اسمها بوكي سانيتي دوت بي بي كلاس، دي اسمع الكلمه دي هحتاجها قدام، دي حاجه اسمها كونفيجريشن بوليسي هنحتاجها قدام. طيب في عندي هنا جوه الفولدر اسمه كونف في حاجه اسمها ديسترو، وعندي شويه فايلات في هنا بقى ايه البوكي دوت كونف ده شكلها كده ديسترو،
تحت الديسترو، فهو ده شكله بقى الكونفيجريشن اللي مسؤول على الديسترو بالبوليسي بتاعته. يعني ايه البوليسي بتاعته؟ يعني يجي يقول لك انا اتستت على كذا وكذا وكذا وكومباتبل مع كذا وكذا وكذا، بيحدد حاجات في بوليسي اهي، في سيتنج لازم امشي عليه. طب جميل قوي، فدي كده شكلها. هبقى انا مثلا ايه عامل ايمج مينيمال كور ايمج بيزد على بوكي. مثلا انا عملت اكزامبل داش ايمج بيزد على بوكي، دي المينيمال ايمج هتبقى قايمه عليه. طيب يعني انا لو عملت كور مينيمال ايمج ما سطبتش فيها اي حاجه يعتبر وهي شغاله بالبوكي بس، يبقى هي دي المينيمال ايه؟ مينيمال ايمج. ودي الفيرجن اهي والكود نيم بتاعها، يعني الشكل شكله محترم. يعني لما اجي بيلد بعد كده واجي اعمل كات للاي تي سي سلاش ايشو، مش هيقول لك نو ديسترو، لا هيقول لك بوكي ديسترو. طب حلو قوي. طيب تعال نبص كده في ريسم سكور، قعد يضيف شويه حاجات كده على البيزي بوكس، ضاف شويه ديفولت كونفيجريشن، عدل في الديفولت كونفيجريشن ماشي. بعد كده عندك الميتا يوكتو دي بورد سبورت باكج، لو دخلنا جوه كون هنلاقي ماشين، دخلنا جوه ماشين في البيجل بول. اذا معلومات البيجل بول موجوده في الفايل ده، ان هو بيحتاج يو بوت، ان هو مثلا بيحتاج زي ايمج، ان ده الديفايس 3 باينري اللي هو عايزه، ان السيريال كونسول اللي هيشتغل عليه بكذا، ان هو هيطلع حاجه اسمها ويك ايمج. هنشوف طبعا كل الكلام ده ماشي لطيف، ووفر لك كمان ريسيبيز للبورد دي، ووفر لك حاجات للجرافيكس، وضاف على الكيرنل شويه تعديلات عشان تسبورت البيجل بول، برضه لطيف مش بطال، مفيش مشكله. المهم ان احنا شفنا كده ان البلاك بوكس، لان انا لغايه دلوقتي ستيل مش فاهم قوي السنتكس، انا بالنسبه لي دلوقتي هو بلاك بوكس بس، شايف كلمات زي البيجل بول، زي ديسترو، زي ماشين، فشايف ان الميتا بوكي دي او البوكي بشكل عام الريبو دي ضافت لي هاردوير فيتشر، بقى فيه هاردوير، ما بقاش كيميو، بقى فيه هاردوير، في دوكيومنتيشنز. طب حلو قوي، تعالوا نجرب حوار الايه؟ البيجل بول ده. تعالى نجرب حوار البيجل بول ده. نجرب حوار البيجل بول ازاي؟ بيلد ايمج كده خلاص بقى عندي بيجل بول ايمج. فين ال جهاز عندك؟ معلش عشان فاتح حاجات كتير قوي. خلينا نقفل معلش كل حاجه كده. جهاز كبير. انتوا معايا في روشن جامع بقى، انتوا فصلتوا ولا لسه موجودين ولا ايه الكلام؟ معاك هندسة كويس. اقفل كميه الحاجات اللي فتحت دي. دي تقريبا اخر حاجه فتحناها. بالظبط. طيب هروح على لوكال دوت كونف، ده اللي هو كاريتوري، وبيقول لي الراجل لو انت عايز الماشين بتاعت البيجن بول افتح دي واقفل الكلمه، ده اللي انا عملته. فبس فتحت دي وقفلت دي، ده حرفيا حرفيا ده اللي انا عملته، ما عملتش اي حاجه تاني. طيب تعال نجرب بقى بيت بيج كور ايمج مينيمال. انا ماشي زي ما هو، ما انا لما عملت سورس قال لي نفس المعلومات برضه، قال لي بيت بيج برضه، وقال لي رن كيميو للتارجت، او لو انت ما عندكش تارجت هيبقى ايه؟ هيبقى هاردوير ايمج. تعالى كده نجرب. طبعا انا كنت امبلمنت قبل كده، ده تسوي ان هي خلصت. الايمج بتاعتك الاوتبوت بتاعك بيطلع فين؟ بيطلع في التمب فولدر اللي هو ده. اوكي؟ تيجي تعمل ايه؟ ال اس تمب، تلاقي فيه حاجات كتيره قوي محتاجه تتشرح، زي مثلا الكاش، زي البيلد ستيت، زي الهوست تولز، زي الستيت كنترول، زي حاجه اسمها ستامبس دي مهمه قوي، زي برضو حاجه اسمها الورك شيرد لما نيجي نعدل في الكيرنل بقى. بس حاليا انا مش ايه هغششك، ورك ديبلوي تيلب ورك سوري ال اس تيلب ديبلوي سوري ديبلوي ايمجز. كويس انا غششت لك ان الاوتبوت هيطلع هنا. طيب تعالى نخش جواه، في فايلات كتيره قوي، بس في فايل منهم انا لو انا بالصدفه بعدي كده قال لي ان هو هيطلع ويك ايمج. الدوت ويك ده يا جماعه ده نوع من انواع، خليني كده اعمل لك فايل. ده ماشي يا اخي، يا ريت يا ريت، انا مع اني عارف ان هو هيطلع كده في يعني في العقل الباطن الواحد عارف ان هو هيطلع كده وبرضه بيعمل. الويك دول دي نوع من انواع الكومبريسنج للايمجز، بيبقى حاطط جواها بقى البوتينج والزي ايمج والروت فايل سيستم وكل حاجه. اوكي، فانت كل اللي انت هتيجي تعمله
تعالى بقى نكمل بس من هنا عشان انا اوريدي فلاشت على كويس. انت وانت بتبيلد هتلاقي كلمه بيجل بون يكتب في الماشين بقى اتغيرت، والميتال لاير بتاعتك هتلاقي خلي بالك بقى تلاقي ايه بيبي لايرز هنا في حاجات جديده. ده كان بتاع الاوبن امبيدد الله يرحمه، دلوقتي بقى في ميتا بوكي اللي فيها الديسترو بتاعتنا، وفيها الميتا يكتب بورد سبورت باكج اللي فيها الماشينز. لطيف الكلام ده، واحد لما بيفهم بيحس ان الدنيا بدات تبقى ايه متجمعه. فده الاوتبوت فولدر اهو، كل اللي هتيجي تعمله دي الكوماند بتاعنا اللي احنا بنستخدمه عشان نفلاش. هنيجي نقول اف ايكوال اللي هو الانبوت فايل ايكوال، بعد كده هتدي له هنا ايه الدوت ويك كده اللي هو الكور ايمج مينيمال بيجل بون دوش يوكتو دوت ويك اللي هو الفايل ده. باي ذا واي ده مش ستاندرد، الاوتبوت بتاع الفولدر مش ستاندرد، بيديبند على الماشين. يعني مثلا مع الراسبري باي هتلاقي حاجه اسمها دوت اس دي اي ايمج، مثلا مع الجيتسون نانو مثلا لا، ده انت هتلاقي سكريبت بيطلعه لك او بيبقى دوت جي زد فايل بتكستراكته عادي خالص كانه ايه هو دوت تار دوت جي زد، بتكستراكته عادي خالص وبتلاقي فيه كل حاجه. فالاوتبوت بتاع الايمج اتس نوت ان ستاندرد فيتشر، يعني بتبقى مختلفه بيديبند على البورد اللي شغال عليه. طيب المهم ان احنا على البيج بون دلوقتي شغالين بالويك، والويك كده سهل، بتاخد الويك وتفلاشه على الايه؟ على الميموري كارد بتاعك. فعلا فلاشت جميل، وده البيج بون. خليني بقى افتح الكاميرا. احنا طبعا امبارح كان الراسبري باي الكاميرا متوصله على الراسبري باي عشان الاوبن سي في عشان الايمج بروسيسنج، خلينا نشيلها من الراسبري باي ونوصلها. طيب انا هوريكم البيجل بون بره كده، وبعد كده ايه عشان الكيبل مش هيبقى واسع عليها. ماشي، هو كان اسمه ايه بتاع الكاميرا بتاعتي؟ كان فوكس سكرين. فوكس سكرين، اوكي. طيب خلونا نظبط السيتنجز، شيل البتاعه دي ما تظهرليش، و السيمبل بتاع الماوس ده بيبقى رخم قوي. ماشي، أنا مش الإضاءة مش مبينة للبيجل بون كويس، أنا عايزة تبين الأسلاك. ستاند بي بالليل كده، ماشي حلو، اعتقد كده هتبقى. طيب دي البيج البون اهي كويس، هتلاقوا ده كابل الباور عادي خالص، وجايب اليو اس بي تي تي ال بالتوصيله دي، يعني دول الاثنين التي اكس والار اكس، وده الجراوند. اوكي الناس معايا ولا ايه يا شباب؟ تمام يا هندسة، مخلص يا باشمهندس. طيب عشان لو حد بس عنده بيج البون يبقى عارف هيشتغل ازاي، فدي طريقه التوصيله، وده كابل باور، واليو اس بي تي تي ال اللي احنا شغالين بيه على كرسي الراسبري بول. بس كده يعني ما لهاش الاس اس اتش صح؟ ايه؟ ما لهاش الاس اس اتش صح؟ الفيتشر دي مش موجودة على الايمج دي. معلش اس اس اتش، فعشان انا بس الكابل مش هيجيبني فحبيت اوريها لكم بس، وبعد كده اروح ايه اوصلها على اللابتوب اليو اس بي تي تي ال صغير يعني، فنروح نوصلها كده. اوكي وتعالوا بقى نفتح الايه سودو ميني كوم اهو كده الايه ده البيج البول. لو عملنا كات سلاش اي تي سي اللهم صل على رسول الله ايشو، قال لك انا ايه انا بوكي ديسترو. خلي بالك انا دلوقتي على البيج البول سوري هوست نيم، انا دلوقتي على البيج البول، فانا كده نفس الايمج اللي رنتها على كيميو. تعالى كده نشوف بقى الباينري. ماشي بس ده الداش ايه اللي خلي بالك ما تتخدعش اهو. تعالى كده نشوف كده كام باينري، 67 تحس زادوا شويه. يعني كده ايه اليوكتو او البوكي بقى، مفيش يوكتو البوكي زود شويه. ماشي تعالى نبص على الاس بن كده 50 ماشي. طب تعالى كده نشوف الاي تي سي كونفيجريشن
طيب مثلا هل الاي سي كونفيجريشن ظبطوا لي حوار الريسولف ده؟ لا برضه ما ظبطوش، لا لازم نظبطه بنفسنا يا جماعه، مش حلو كده. ايه تاني مثلا؟ اللايبرز مثلا؟ في شويه لايبرز برضه تقريبا هم. فاذا انا دلوقتي شغال على هاردوير من وعملت فول ايمج، السايز بتاعها قد ايه؟ السايز بتاعها بنتكلم 28.7 ميجا بايت، واللي مستخدم منهم 13.1، في حين ان انا ممكن اصغر عن كده على فكره، ان انا ممكن اصغر الايمج عن كده. اوكي طيب مثلا الميموري اللي موجوده، انا عندي ميموري قد ايه؟ قال لك والله الميموري اللي عندك، وانا مش هعمل لك داش اتش ولا الفري بتاع البيزي بوكس، الداش اتش ده مش ما وردش على التابل، ما وردش على التابل. طيب يعني حوالي 19 ايه؟ او حوالي 1 جيجا طبعا. كويس طيب ماشي. ايه تاني مثلا؟ عندي توب مثلا موجود، موجود اهو، قادر اشوف البروسيس شغاله ازاي وبتاع. عندي جي دي تي طبعا، اكيد مش محتاج تطور زي الفيم، محتاج تطور كل التولز اللي زي البايثون محتاج تطورها. فدي اللي بكلمك عليها مينيمال ايمج، الحاجات ذات نفسها اللي انت متعود في اللينكس موجوده مش موجوده، فانت محتاج تبقى الحاجه دي موجوده. يعني انت لو بتشغل مثلا حاجه معتمده على البايثون فمش هتشتغل، لو بتشغل حاجه معتمده على الباش، يعني انت كاتب باش سكريبت، فالباش سكريبت احنا عارفين ودرسنا ان في فروقات ما بين الباش والاس اتش، زي مثلا يعني لو انتوا فاكرين كان ان هو ايه الريجولار اكسبريشنز زي التلدة دي كانت تشتغل على الباش ما تشتغلش على الاس اتش، زي مثلا ايه تاني، اللهم صل على رسول الله، كان في حاجه مشهوره قوي كنا قلناها قبل كده بس ناسي. ماشي anyway، فدلوقتي انت لو انت محتاج السكريبت بتاعك ده بالباش محتاجه يشتغل، يبقى انت محتاج تسطب باش على الايمج، لو الحاجه اللي انت بتشغلها بالبايثون فمحتاج تسطب البايثون. كويس وهكذا. حلو، ده كلام شكله لطيف. بقينا عملنا اول ايمج على بيجل بول، احنا خلصنا المحاضره وهتاخد شويه تاسكات لطيفه، لكن كسام اب خلاصه احنا عملنا ايه النهارده؟ احنا عملنا يوكتو، احنا بقينا شركه يوكتو، جمعنا الحلو من هنا ولزقناه على الحلو من هنا، وحطينا شويه التاتش بتاعنا اللي هي الدوكيومنتيشن على اليوكتو بورد سبورت باكج على الميتا بوكي اللي هي بقت ديسترو، وبقينا ايه؟ شركه اسمها يوكتو. فده تعريف اليوكتو بروجكت. اللي عنده اسئله اتفضل. هندسه، هو كان عندي سؤال، بس هو بالنسبه للايمج اللي كانت طالعه من اوبن امبيدد نفسها كانت طالعه من غير ديسترو، فكنت عاوز هي طبعا اعرف. ديسترو، يعني هي طبعا تمام ديسترو، فاهمني؟ تمام انا عاوز اعرف يعني تكنيكال وايز، هي ايه الفرق ما بين ايمج طالعه ليها ديسترو مثلا وليها حاجه اسمها البوليسي بروسي؟ بتاعتهم، اللي هم بيتشكوا على مثلا ماشينز معينه تشتغل عليها، على لايسنز معينه، بيبقى ليها رولز كده، يعني في شويه بيزك فيتشرز عشان تقول ان دي ديسترو. تمام، يعني اقدر هي بتوفر لي سكيورتي وحاجات، ان هي مثلا تقدر تشتغل في اندستري، يعني في حاجه اندستريال، صح؟ بالظبط. تمام. طب تاني حاجه، البوكي بقى نفسه دلوقتي لو اي حاجه عاوز اسطبها عليه كفيتشر هتبقى بنفس زي الكونسيبت بتاع الاوبن امبيدد كده، لازم اعمل ايمج فيتشر واضيف عليها الحاجه، ولا بقى هي ولا هي نفس ولا هي مثلا هيبقى لها سيكونس تاني؟ ايه قول تاني كده؟ انا قصدي البوكي لما نزلناها شفت ليها كونفيجريشن مختلفه شويه عن الاوبن امبيدد، فهل كده لو مثلا عاوز اضيف فيتشر زياده مثلا زي الاكس سيرفر او اي حاجه هيبقى بنفس الكونسبت القديم؟ لسه بقى احنا لسه ما شفناش احنا ازاي بنضيف باكجز. تمام، انا كنت فاكر هي بالظبط يعني. لا لا لا، احنا هنشوف يا جماعه. بصوا احنا ان شاء الله بفضل الله، بفضل الله هتوصل في مرحله في اليوكتو انك هتعمل ايمج، الايمج دي هتبقى في الاخر ممكن تبقى هتشغل عليها ايمج بروسيسور، وهتشغل عليها جي او اي ابلكيشن، وهتعمل ايمج قريبه جدا من التليماتكس اللي في العربيه، وهتعمل ايمج ممكن تبقى قايم عليها سيستم اللهم صل على رسول الله الاليكسا والسمارت هومز. فانت هتوصل مرحله في اليوكتو ان شاء الله، ان شاء الله لما تاخد تاسك انت هتبقى عارف انت هتمشي ازاي فيه، انت متخيل شكل التاسك هيخلص ازاي من قبل ما تشتغل فيه. ليه؟ لان انت اوريدي جربته قبل كده.
هنشتغل بحاجه اسمها الديف تول. دي حاجه اصلا انا مستغرب ان ازاي لسه الناس في كاريرز بتاعت اليوكتو مش عارفه يعني ايه الديف تول. الديف تول دي هي ايدك ورجلك اصلا، فانا مش فاهم ازاي يعني فعلا في ناس شغاله في الكارير وما بيبقاش عندها نولج بالديف تول، ودي مشكله كبيره جدا لان الديف تول بتوفر وقت رهيب. ممكن الحاجه اللي انت تقعد تعملها مانوال زي انت تكريت ريسبي بايديك او انك انت تكريت باتش بايديك، الحاجات دي ممكن تاخد مثلا وقت ايه 2 3 ساعات مثلا، اوكي بالشغل المانوال، في حين ان هو لان انت بتقعد تيست بقى وتطلع غلط وتجرب تاني والكلام ده، والبيلد اصلا ذات نفسه بياخد حوالي نص ساعه او تلت ساعه، ف الديف تول بيعمل لك كل الكلام ده بشكل سريع جدا. فبرضه هندرس حاجه اسمها الاو باكج اللي هي عشان كده قلت لك مدى البروفيشناليزم بتاعتك في اليوكتو هو استخدامك للتولز ده من وجهه نظري كمعتصم. فهنتعلم الديف تول وهنتعلم البيت بيك لايرز والاو باكج يوتيل، وهنخش جوه كل فولدر تقريبا بيجنريت من اليوكتو. مش عايز اقول يعني مش عايز اشمل الموضوع، بس هو فعلا حرفيا احنا هنخش في كل الفولدرات وهنشوف كمية ايشوز، هطلع لك بيلد ايشوز وهقول ليك تحلها ازاي، لان صعوبة اليوكتو في يعني هي صعوبة في نفس الوقت سهولة. صعوبة للبيجنرز في اليوكتو ان الايرور مش قادر يعمل له تراك، مش قادر يفولو الايرور، مش عارف الايرور ده اعمل ايه ماله كاست. سهولة اليوكتو في لحد جرب شوية ان الايرور اللي بيطلع ده فيه كل المعلومات اللي انت محتاجها، في مثلا الفايلات بتاعت اللوجز موجوده فين، في الكونفيجريشنز اللي بيستخدمها موجوده فين، في الايرور سبيسيفيكلي بالظبط فين، في اللوج باي ذا واي. يعني مثلا في حاجات ناس كتيره جدا ما تعرفش حوار مثلا الداش داش بي، يعني مثلا دلوقتي انا ايه بران احنا كنا رنينا البيج بيك فين هنا، لا مش هنا يا جدعان انا دوخت. احنا قفلناها صح، قفلناها. انت مثلا ممكن تعمل حاجه زي كده داش دريبل بي، ده بيطلع لك كل حاجه هو بيعملها. ممكن تعمل داش دبل بي، ممكن تعمل داش بي واحده بس بيطلع لك كل حاجه بكل الفاريبلز اللي بيقصينها بكل التاسكات اللي بيمبلمنتها، كانك عامل ليست دي سي اوت لكل حاجه. ف يعني واحد ستيب باي ستيب كده هتوصلوا لمرحله ان شاء الله انك هتعمل الايمج زي ما بقول لك، هتعمل ايمج جي او اي، هتعمل ايمج سمارت هوم اسيستنت، هتعمل ايمج كانت اخر حاجه ايه؟ تليماتكس بروجكت. فانت هتوصل لدرجه ان شاء الله باذن الله ما تحتاجش في الشغل ان انت تاخد وقت كبير عشان تقدر تنفذ الحاجه او انك تفهم بس هو ايه التاسك. فستيب باي ستيب ما تقلقوش. اوكي؟ طيب اسئله. ماشي خلينا نقول التاسكات. حاول بقدر الامكان الفتره اللي جايه دي تركز على التولز وتحاول تتعلمها كويس وتشوف الهيلب وتقرا فيها كويس، لان باي ذا واي اليوكتو كل مانيوال بيج هتلاقوا بيتكلم على التولز. يعني هتلاقوا في تول مثلا دول الديف تول في مانيوال بيج كامل للديف تول، مثلا الاو باكج يوتيل داتا في باكج في مانيوال بيج كامله. ف يعني تاني مدى البروفيشناليزم بتاعتك في اليوكتو استخدامك للتولز. ليه؟ عشان زي ما قلت لك انت عمرك ما هتوصل للمعلومه بالتراك، هتقعد تتراك لغايه لما توصل لايه؟ بينهرت 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 فمجموعه فايلات رهيبه مش هتحل التاسك اللي عليك. في حين ان انت ممكن توصل لاي حاجه زي الفاربلز مثلا، انا ممكن كنت اقعد اتراك الفاربل ده لغايه لما اوصل اول حد بيأساين عليه واشوف اخر حد بيأوفر رايد عليه، والله دوشه 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 يعني. اوكي انت هتداونلود البوكي بيزد على كيركستون، هتكرييت ايمج فور كيميو زي اللي احنا عملناها، هترن الايمج دي باستخدام الكيميو تتاكد ان هي اشتغلت، هتسيرش هاو تو اد بايثون. انا عايز يبقى فيه بايثون على الايمج، عايز تخش الايمج تكتب بايثون يفتح لك انتربريتر زي في حالتنا هنا مثلا كده، نكتب بايثون يقوم فاتح لك الانتربريتر. تمام يا شباب؟ اللي هيساعدك في ده الكويك بيلد، لان في شويه حاجات انت بتحتاج تسطبها هتحتاج تمشي مع ده. باي ذا واي ده كله هيتشرح المحاضره الجايه، يعني السلايد انا هبتدي اصلا بالدوكيومنتيشن دي الكويك بيلد وايه الاجهزه اللي محتاجين تشتغل عليها وايه الهوست ماشينز اللي ما بتشتغلش وايه الريكويرمنت اللي بتحتاج تسطبها، وهيضرب لك ايرور في الريكويرمنت بتاع البي واي اللي انت بتسطبه ازاي عن طريق الدوكيومنتيشن الفلاني في الصفحه الفلانيه. هنمشي من الدوكيومنتيشن، بس انا عايزك انت تسبقني بستيب عشان دايما انت هتحتاج تبيلد، وعشان البيلد بياخد وقت فانت دايما محتاج تسبقني بستيب على الاقل.
حد عنده أي سؤال؟ هو انا كده هندسه بالنسبه